بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. معلش النهارده ما قدرناش نطلع قبل المباراه بسبب احداث مباراه الاهلي وطلائع الجيش في نهائي كاس مصر. الف الف مبروك للنادي الاهلي للمكسب النهارده، الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، والحمد لله كل يوم في انتصارات. يمكن فرقه الكره الطايره واخده دوري وكاس، وشفنا امبارح السيدات، يعني الحمد لله رب العالمين تتواصل الانتصارات باذن الله. والف الف مبروك. معانا ضيوفنا النهارده في الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي ونادي مصر، كباتن مصر الكبار كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم اللي مشرفنا النهارده. اهلا وسهلا كابتن شريف. كابتن ايمن اهلا بيك. اهلا بيك فعلا. ومعانا الموهوب نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا كابتن علاء. كابتن ايمن، وطبعا سعداء بوجودنا مع كابتن شريف. اكيد طبعا طبعا اكيد. انا ليا الشرف والله. وانا اللي بطلتك بس انا ليا الشرف برضه. انا مش قاعد جنبك ازاي بس الحمد لله. كابتن الكبير ومدير فني المستقبل كابتن محمد يوسف، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن ايمن، ومفيش حاجه رسمي فخلينا في الاستوديو باذن الله ان شاء الله. وكابتن عادل مصطفى، اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك. عايزين نبارك لفرقه النادي الاهلي كره الطايره، وده خدت السنه دي دوري وكاس، ويمكن عملت النهارده رقم قياسي في عدد الاشواط في وقت بسيط جدا، عملوا ماتش كويس قوي، ونتمنى الانتصارات دي تكمل ان شاء الله لحد بطوله افريقيا باذن الله كابتن. باذن الله كابتن ايمن. احنا الحقيقه اتفرجنا على الماتش ده اكتر ما اتفرجنا على الماتش بتاعنا بتاع الاهلي النهارده. حاجه جميله جدا انك تكسب بفارق 3-0 ثلاث اشواط ورا بعض في حضور طبعا مجلس اداره النادي الاهلي ترأسهم كابتن محمود الخطيب. بنبارك له وبنبارك للمجلس كله وبنبارك لجماهير الاهلي وبنبارك للعيبه والجهاز الفني بتاعتها. ده واخدين بطوله عربيه كمان على فكره في نفس الموسم، يعني حاجه تشرف الحقيقه وحاجه جميله جدا. عقبال ما احنا كمان يعني على ايد كباتننا ان شاء الله اللي موجودين وعلى ايد كل اللعيبه المحترمين اللي موجودين كاس افريقيا باذن الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء الف طبعا مبروك. الف مبروك للفريق الطايره، وعلى فكره فريق الطايره ما شاء الله من اقوى الفرق الموجوده في افريقيا كلها. صحيح. ثلاث بطولات في موسم وفريق مميز جدا. الى جانب ايمن كمان النهارده كان بيلعب فريق قوي جدا، فريق الجيش على فكره فريق محترم جدا جدا جدا، ومدربه واحد من عمالقه النادي الاهلي كابتن فخر الدين طبعا. فالف الف مبروك للمجلس الاداره واللعيبه، وان شاء الله دايما يا رب بطولات للنادي الاهلي. يا رب يا رب. كابتن محمد يوسف. طبعا ببارك بطوله بتضاف لدولاب البطولات للنادي الاهلي. متعود النادي الاهلي بس مش كره قدم، لكن هو حريص على الفوز بالبطولات، فانا ببارك طبعا لفريق الطايره في النادي الاهلي، وزي ما انت قلت يعني باكتساح ثلاث اشواط، وببارك طبعا لمجلس الاداره ولجمهور النادي الاهلي. في نفس الوقت كمان انا عايز فعلا يعني اوجه شكر ولافته طبعا مهمه جدا، ان مبروك لقناه النادي الاهلي انها يعني بتغطي وبتعيش جمهور النادي الاهلي حتى مش الكره بس، في جميع اللعبات. النهارده يعني مناسبه قويه، نهائي بطوله، وطلع الجيش زي ما قال كابتن علاء فريق قوي، فانا ببارك لقناه الاهلي على طبعا على راسها كابتن ايهاب الخطيب طبعا، ان فعلا بيغطوا كل الاحداث، بيعيشوا جمهور النادي الاهلي في كل الاحداث، سواء طايره سواء سله سواء هاندبول كره قدم، كل الالعاب اللي يعني النادي الاهلي دائما في اي لعبه بيلعبها بيبقى بيبحث عن المركز الاول، بيبحث عن البطوله. فمبروك لقناه النادي الاهلي انها فعلا بتعيش جمهور النادي الاهلي كانه هو جوه النادي الاهلي. هي فعلا كانت تغطيه مميزه من الزميل هيثم السعيد، فعلا حاجه راقيه جدا يعني بنشكر فيها قناه النادي الاهلي. طبعا كابتن عادل مصطفى. لا طبعا يعني الصالات في النادي الاهلي مش عايز اقول هم قدرهم ان هم موجودين في مع اقوى لعبه او اهم لعبه في العالم اللي هي كره القدم، اللعبه الشعبيه الاولى. اعتقد هم بيعملوا نتائج وبيعملوا انجازات ما تقلش عن انجازات كره القدم، مسيطرين على كل حاجه بعد يعني في كره الطايره، في كره في السله، في الهاند بول، يعني بيأدوا اداء راقي في كل الالعاب، في كل كره الصالات، حاجه مشرفه. وبصراحه لما تلاقي كل لعبه هتلاقي برضو فيها اساطير ما تقلش عن اساطير كره القدم، يعني ناس اسماء كبيره جدا، مش عايز انسى حد في الاسماء كلها في كل لعبه، ولكن حاجه مشرفه. ودايما اولاد النادي الاهلي بيشرفوا حتى لو بيلعبوا مباراه وديه، يعني فمبروك ليهم، ودايما في تقدم ودايما رافعين اسم النادي الاهلي يعني باذن الله رب العالمين. شفنا الشوط الاول مع بعض طبعا،
نادي الاهلي مع نادي مصر، ونادي الاهلي كان متفوق بهدف لا شيء من ضربه جزاء لعمرو السوليه في الدقيقه 6. وكابتن شريف احنا حسمنا الدوري بدري كويس، والماتش اللي فات كلنا كنا جايين نفرح واللعيبه كانت جايه تفرح كويس، وقلنا من الماتش النهارده ان شاء الله باذن الله عايزين نشوف كره النادي الاهلي حلو. شفت الشوط الاول ازاي؟ انا شفت تغيير في التشكيل يعني. الحقيقه في دفع محمود وحيد ودفع بشكل تكتيكي شويه بين احمد فتحي ومحمد هاني. محمود وحيد على حساب علي معلول. علي معلول. وكان في شكل انت كنت يمكن ان احنا وانت كنا بننادي فيه ماتش الزمالك لو تفتكر، بوجود احمد فتحي مثلا قدام محمد هاني، بوجود علي معلول ومحمود وحيد قدامه علي معلول، ان احنا كنا بنفكر مع بعض في شكل افريقي قدام الوداد، واحنا عارفين الوداد شكل الاطراف عندهم والكرات الثابته اللي هي دايما بيعلقوها في وسط ال 18 وبيطلعوا عندهم لعيبه كبار جدا يقدروا ينافسوا ويقدروا يعملوا سبورت من تحت. فكنا احنا بنفكر دلوقتي كلنا في البطوله الافريقيه اكتر ما بنفكر في هذا الشكل. فكل التشكيلات وكل التجارب اللي هي بتبقى موجوده قدام الفرق المحترمه اللي احنا بنلعبها اليومين دول اللي بتنافس وبقى لها وجود كمان، واحنا بنتفرج على الشوط الاول هي نادي اف سي مصر عامل مجهود كبير جدا، راح للجون مرتين ثلاثه مش بالخطوره اللي هي ايه تزعجك او انما ليه وجود ليه تحركات. فالنهارده في ايجابيات كتير قوي للنادي الاهلي. عمرو السوليه مثلا بيرجع اشوف تاني في الملعب قائد، بيستلم في نص الملعب بيطلع بيروح، عنده التالنت شايف الاطراف شكلها عامل ازاي، محمود وحيد بيهاجم كويس قوي. ففي ايجابيات عندي في الشوط ده، ان شاء الله الشوط اللي بعده احنا بنتفرج يخلص الماتش بعدد اهداف اكتر، واللي بيتمناه الجهاز الفني والجهاز الاداري وكل حاجه من التجربه دي او من المباراه دي يتحقق لهم باذن الله. كان على ما يهوب يمكن الكابتن شريف اتكلم على ان الفتره اللي جايه كل الانظار هتتجه لمباراه الوداد وتحضير النادي الاهلي لمباراه الوداد واستعدادها النادي الاهلي لمباراه الوداد. هو التشكيل النهارده فيه بعض الحاجات كده، مثلا وجود احمد فتحي قدام محمد هاني كويس، وجود كهربا في نص الملعب، البدء بوليد سليمان والبدء بمحمود وحيد على حساب علي معلول. هل هو بيريح ولا هو في فكره حاجه الماتش الوداد ولا بيفكر زي مستر باي؟ هو مش نتكلم مش فكر وداد خالص، ما بيفكرش في الوداد خالص بقى كويس. هو يعني النهارده محمود وحيد بيريح علي معلول، ان علي معلول من اكتر اللعيبه اللي ادت مباريات بعد الكورونا كويس. مجهد تماما، فكان لازم يريح. لعبه محمد هاني واحمد فتحي اعتقد دي كان احمد فتحي لعبها قبل كده معانا ويمكن ادائها كويس، لكن هو بس كهربا بيلعب في مكان ناحيه الشمال، ما بيلعبش في نص الملعب، لكن هو في وقت كتير قوي بيخش جوه. هي بس الحاجه اللي هي ملفته للنظر كمان يا ايمن النهارده، هو بيلعب اثنين في نص الملعب، بيلعب ديانج والسوليه كويس. المفروض هيبقى وليد الثالث، بس وليد النهارده بيلعب راس حربه بس اللي هو متاخر، اللي احنا كنا بنتكلم عليه، كلمنا انا ويوسف وعادل، كان لسه الشريف مش معانا، راس حربه وواحد تحتيه. النهارده هي كده، وليد مش في نص الملعب، هو طبيعي ان وليد يبقى رقم 10 اللي هو في نص الملعب صانع اللعب، لكن حتى الهدف اللي احنا جبناه من ضربه جزاء معانا كويس جزء. هو وليد، وليد اللي راح راس حربه مزبوط. فوليد النهارده بيلعب تحت مروان محسن، ما بيلعبش اللي هو ما بيلعبش على الدايره بمعنى اصح، اللي هو بيلعب صانع العاب. احنا بص اكتر واحد بيكمل هو وليد، يعني وليد بيلعب راس حربه متاخر، اللي عملها قبل كده اجايين مع مروان وعملها مع بدجي. فهو ده الشكل برده اللي هو يعني مصمم عليه مستر فايلر، راس حربه يا اما اثنين راس حربه صراحه مع بعض، يا اما راس حربه برضه اثنين راس حربه بس واحد متاخر واحد تحت شويه. هو بيعتمد على 4 2 3 1 في وجود واضح كده، في وجود محمد مجدي بس. اللي هو بيلعبها صريحه زي المباراه السابقه، كان بيلعب 4 2 3 1 وكان فيه محمد مجدي هو اللي كان موجود في نص الملعب. النهارده وجود وليد بس مش في نص الملعب، وليد بيلعب راس حربه بس متاخر تحت مروان. مزبوط. لكن الشوط مفتوح يعني، مفيش ولا ضغط من هنا ولا ضغط من هنا، مباراه شوط سهل جدا مفيش اي حاجه خالص. ضربه الجزاء طبعا وليد جابها ببراعه وواحد صفر، لكن مساحات موجوده مع الفرقتين. وعشان كده بقول لك مش ماتش وداد خالص يا ايمن، هو بس بيجرب. ممكن النهارده لو انا جربت هاني مع احمد فتحي هل يبقى الشكل ايه، لكن اعتقد شكل مش فيه مشكله خالص. هي بس دايما مشكله بتحصل عندك حته اللي في القلب، لان كان في فرصه في اخر الشوط برضو للاف سي مصر، ان اف سي مصر بيلعب مباراه ايمن عارف انت بيعرض نفسه. كل واحد بيعرض تسويق. نفسه تسويق لكل اللعيبه. فهتلاقي النهارده مباراه شوط مفتوح تماما لكل الاحتمالات.
كابتن محمد، كنت عايز اتكلم برضو على موضوع الكرات اللي بتيجي خطر على النادي الاهلي من القلب. كويس، كرة طويلة. انا كنت عايز اتكلم، يعني احنا مثلا في اوقات كتير نقول ايه، ديما محمد هاني ده مش عارف ياسر واقف غلط مش عارف مين. طيب فين دور نص الملعب واداء نص الملعب الدفاعي؟ هو طبعا لما نيجي نتكلم على شغل اداء دفاع، يعني شغل دفاع، ما يجيبش ان احنا نتكلم بس على خط الدفاع بالزبط. يعني طبعا انت بتتكلم على دلوقتي الكوره بتتكلم على حاجه دفاعيه، يبقى بنتكلم على التيم كله، ايه تمركزاته الدفاعيه، رجوع الفرقه وتمركزها عشان تبدا تستعد عشان تضغط. فاكيد في طبعا من نص الملعب والضغط، كل ما انا بضغط كويس وضغطي قوي ومرتب، كل ما انا بقلل الكرات اللي بتتلعب اللي هي اللي احنا بنقول عليها الاسيست او كرات البنتريشن باس، اللي هو بيودي واحد على الجون زي الكره اللي اتلعبت وكانت الفرصه الوحيده يمكن خطر لاف سي مصر. فهنا بيبقى فيه طبعا لازم ضغط في وسط الملعب، وفي نفس الوقت تمركزات دفاعيه، خصوصا معظم الكرات يا كابتن اللي اتكلمنا فيها اكتر من مره كانت حاجات في القلب ما بين الاستوبرين وطبعا السبرنت. في حاجات لازم تتظبط، سواء تغطيات من الجنب، دي حاجه، وتاني حاجه كمان الاثنين اللي في القلب. يمكن دي اخطر كرات، ولما بتتلعب بتضرب الديفنس. بس انا شايف ان المباراه، انا شايف النادي الاهلي مادي الشوط الاولاني كويس جدا، دخل المباراه سريع جدا وخد المبادره من اف سي مصر، وقدر ان يعني وليد سليمان منذ فتره طويله قوي ما بداش، انما صنع الفارق في كره يعني تدل ان السرعات مهمه جدا، وعمل الكره دي بالسرعات بتاعته وقدر يحصل على ضربه الجزاء واحرزها السوليه. كويس كابتن عادل، تقييم سريع لاداء النادي الاهلي الشوط الاولاني. لا شوط جاي، يعني انا بالنسبه لي شوط جيد للاهداف بتاعته. برضو خلينا نتفق ان الاهداف دلوقتي خلاص انت حسمت طول الدوري، الاهداف اللي عندك انك في لعيبه كانت بعيده وتبدا تاخد ثقه، حتى اللعيبه اللي كانت بتلعب وما كانتش بتادي بالشكل المطلوب منها بدات تاخد ثقه، والماتشات دي الهدف الاول، هدفها الاول انك تخرج من غير اصابات، الهدف الثاني ان اللعيبه اللي بقى لها فتره، خلينا نتفق ان بعد الكورونا كل اللعيبه برده ما رجعتش للمستوى التوب فورم بتاعها. صحيح. فبالتالي المباريات دي هي اللي بتجيب الثقه تاني، هي اللي بترجع الثقه، حاجات صغيره جوه الملعب، الثنائيات والحاجات اللي فيها دبل باس والحاجات اللي فيها حاجات على ال 18 محتاجه برده، هتيجي مع الوقت، محتاجه شغل كتير هتيجي مع الوقت. التمركزات برده نفس الشيء الى حد ما، في حاجه في اخطاء ولكن مع الوقت بتقل شويه. دي حاجات من الحاجات الايجابيه والحاجات المهمه جدا. وجود كهربا برضو انه ياخد ماتشات كتير، انك تجهزه برضو لمباراه الوداد حاجه كويسه. هو الفتره دي فتره انك توصل لمباراه الوداد ان كل اللعيبه تكون واخده جرعات شبه متساويه، انك هتحتاج كل اللعيبه في الفتره الجايه، او هتحتاج انت بتشغل يوم بيوم، ممكن تيجي لا قدر الله حد يتصاب قبل المباراه باي شكل من الاشكال، كورونا او اي حاجه. فاعتقد ان الاهداف اللي موجوده دلوقتي احنا ماشيين عليها بشكل كويس يعني. باذن الله رب العالمين. هنلتقي بحضراتكم مره اخرى ان شاء الله بعد نهايه احداث الشوط الثاني. كل التوفيق للنادي الاهلي، وباذن الله نلتقي مره اخرى بعد احداث الشوط الثاني مع نجومنا نجوم التحليل النهارده. بعد اداء جيد وخاصه الشوط الثاني، الاهلي يهزم نادي مصر 3-0 مع الرقفه. احرز الاهداف عمرو السوليه في الدقيقه 6 من ضربه جزاء، والهدف الثاني احرزه محمود كهربا في الدقيقه 57، ثم الهدف الثالث الرائع جونيور أدايه في الدقيقة 74. كابتن شريف عبد المنعم، ألف مبروك للنادي الأهلي. ألف مبروك كابتن أيمن، ألف مبروك كباتن. ثلاثة أهداف بيحطوا شكل جديد بعد مباراتين الحقيقيين اللي فاتوا كانوا ما كانش في تهديف فيهم على مستوى الشكل. صحيح. في تغيير النهاردة في الفريق الحقيقة. في حاله النهارده انا عجباني جدا في الفرقه كلها، ان هي في اول 7-8 دقائق عندهم اسلوب من الضغط على الخصم. ضغط على الخصم بيفقد الخصم الكوره بسرعه، بيعمل حاله نفسيه للنادي الاهلي مصمم، في جراه، في انتشار.
في حاله من اللعيبه بتحاول ترجع للملعب بسرعه، وفي الحقيقه ملعب برضو الكره مش بتتحرك عليه سهله، او اللعيبه بيبقى عندها شويه مطبات في الارض كده، شويه حاجات مش متعودين على الارض دي، حريه الحركه يمكن عشان بقالهم كتير ما لعبوش على ملعب الكره. هو الملعب كويس قوي بس هم مش يعني تحس كده ان الملعب تقيل في الحركه فيه. محمود كهربا انا ببارك له الحقيقه انه قدر بيرجع وبيرجع بسرعه وبيجيب هدف النهارده، ومن اول شوط انا كنت بتمنى ان هو يكون داخل في المباراه اسرع من كده. انا مبسوط ان النهارده في حاجات انا بتفرج عليها ما كنتش بتفرج عليها قبل كده، في 1-2-3 يعني في 1-3 مع محمود وحيد، في زي ما اتكلمنا في اول شوط في انطلاقات من ناحيه الشمال، في عرضيات، في دخول جوه ال 18، في لعيبه صغيرين سن النهارده من الناشئين دخلوا في الملعب شكلهم كويس قوي، اعتقد ان هم في الفترات الجايه هيبقى ليهم وضع وهيبقوا ليهم مكان وهيكونوا احنا هنحتاجهم الحقيقه، وعندهم ثقه الحقيقه، مش من اللعيبه اللي هي خايفه وهيبه الموقف، عندهم سرعات عندهم فكر. من ماتش لماتش ان شاء الله احنا هيبقى لينا مكاسب كتيره معاهم. بعض التغييرات اللي هي بتحصل، انا شايف اجاي هو لما بيبقى بره وبيرجع بيتوفق يعني اتوفق النهارده، قبل كده عمل لنا اسيست وعمل عرضيه جميله في اخر شوط جبنا جول. السبب حاجه تانية خالص. ها السبب حاجه تانية خالص على جونيور يعني. عائلي. السبب عائلي ايمن قال. ففي ايجابيات كتير قوي النهارده عندنا في الماتش، بحس ان وليد سليمان مهما كان موجود في وسط الملعب على فترات 5 دقائق 10 دقائق نص ساعة، انما هو لاعب عنده شكل يقدر يترجم لي في اي وقت خطورة، يقدر يخش زي الهدف الاولاني اللي جابه، ضربة الجزاء اللي جابها، في حاجات كتير النهاردة انا عجباني. مبروك الثلاث نقاط ومبروك الثلاث اهداف، ومن الماتشات الجاية باذن الله نقدر نكتسب الحاجة اللي احنا بنتمناها للفريق يعني. يا رب ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء احنا شفنا الشوط الثاني بعض الاريحيه في لعب النادي الاهلي، شفنا شوط بقالنا فتره ما شفناهوش من لعيبه النادي الاهلي. لان خلاص انت يعني الضغط الاول اللي كان عليك كابتن شريف 1-0 الامور بالنسبه لك انت وبالنسبه كمان حتى الاف سي مصر النهارده، المباراه يا ايمن ما فيهاش ضغوطات ولا هنا ولا هنا، هي مباراه كره قدم اللي هو تحس انت تنزل تتمتع نفسك وتتمتع جماهيرك وتدور على كل حاجه ايجابيه تعملها كويس، والنهارده ايجابيات كتير جدا، فعشان كده النهارده مفيش انت بتلعب عايز تقول بس ايه؟ لا بس الشكل اتغير كتير جدا عن الشوط الاول عن الشوط الاول كمان، ان كمان خد بالك الحاله البدنيه في اف سي مصر مش زي الاول اللي برده كان بيحاول معاك في الشوط الاول بيحاول يجاريك شويه ان هو ما عندوش حاجه يخسرها، لكن مع مرور الوقت اعتقد لا يعني الفروقات البدنيه اللي احنا بنتكلم عليها من بدايه الاستوديو هنا ان النادي الاهلي بدنيا لا بدنيا متفوق على فرق الدوري كلها، ان هو عنده هدف اهم فبان الفروقات هنا، طول ما انت بدنيا مش قادر تجاري الفريق الاخر او تبقى واقف على رجلك زي ما بقول في الملعب خلاص الفروقات بتبان يعني بدنيا الاهلي احسن طبعا، جماعيا فرديا مهاريا طبعا النادي الاهلي في حته ثانيه خالص، عشان كده كل الفروقات دي ايمن بانت وجمعت في الشوط الثاني. شوط حلو فيه اجابات كتير جدا، عجبني قوي طبعا النهارده لقطه اليوم الهدف جونيور اجاي جابه اللي كابتن شريف كان بيتكلم عنه، حاجه يعني حاجه من الحاجات تتفرج عليها طول ما تتفرج على الكوره تحب تتفرج على الحاجات دي. لقطه من اللقطات اللي ايه كل ما نتكلم حتى بعد مرور وقت كتير قوي، فاكر جول اجاي في اف سي مصر حلاوه الهدف هو محضر من هنا يعني بص يا ايمن لو رجعنا تاني ممكن ارجع تاني لو سمحت واخد القرار يعني سيبك ان حارس المرمى طبعا متاخر في الخروج ايوه بس كمل يعني اقف هنا بقى بس خلينا شويه هنا. بص يا ايمن هو من اول ما عصام ثروت طلع الكره هو طبعا عصام ثروت طلعها غلط دي اول حاجه، هو اولا مبدئيا تمركز غلط قالش هو تمركز غلط واقف متاخر قوي انه لازم كان يبقى بدري شويه عن كده وقالش كمان وقالش الكره زي ما عادل بيتكلم هي عليت العلو ده في الوقت اللي الكره في الهواء هو اجاييه صح خد القرار وخد هيستقبل الكره فين وهينفذ امتى بالزبط. الحاجات دي كلها ايمن خدها عشان هو على فكره هو مش اي لاعب ياخد القرار ده الدقه دي بالبصه بكل حاجه هو قدر المسافه كمان يا عادل البصه اللي خدها لورا دي هي اللي عملت هي بص لا هو بالزبط. خلاص هو واخد القرار والكره يعني في الهواء التقدير نفسه ايوه عارف الكره هتنزل فين يعني طبعا مهاره طبعًا. على فكره ايمن الكره دي مش سهل لا 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 مش سهل. اي لعيب يقدر يلعب خلي بالك احنا شفنا الجول ده من محمد صلاح قبل كده في الدوري الانجليزي بالظبط احنا بقى عندنا ده في الدوري المصري مع اجايه كمان فمفيش مشكله بالزبط. خالص فلا يحسب لاجايه الهدف حلو قوي اللي بتمنى ارجعه لفورموتو اللي قبل كده واعتقد هو غير الهدف برده يا كابتن علاء النهارده هو احسن من الماتشات اللي فاتت بكتير هو نازل النهارده تحس بص ايمن النهارده
التشكيل اللي نازل والتغييرات اي حد عايز يلعب مفيش مشكله يعني الظروف المهيئه في المباراه تخليك تلعب كره حلوه انت ما عندكش اي مشكله خالص حاسم الدوري الحمد لله بفرق كبير جدا 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 شكلك في بدايه المباراه احسن بكتير لعيبه تحس النهارده غير المباراه السابقه المباراه السابقه تحس ان برده ايه موضوع انك حسمت الدوري فانت الى حد كبير نازل يعني هادي شويه النهارده لا النهارده تحس لا انا عايز ثلاث نقاط وعايز ادي شكل حلو ومعظم اللعيبه عايز يقول احنا موجودين احنا في مستوى كويس فالنهارده حتى في التغييرات حتى الناس كانت بره ونزلت اعتقد لا النادي الاهلي النهارده اجابات كتير جدا 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 نزول حسين الشحات في الاخر والفاول اللي عمله برضو انت بتكتسب لعيب جديد هتحتاجه الفتره القادمه هدف كهربا النهارده سيبك ان الكره عملها جاي مش قصده لكن يحسب لكهربا التكمله وعينه على الكوره كويس قوي واللمسه هدف حلو قوي يحسب لعيب الكوره اتفضل صح يا كابتن علاء بص هو انت اتكلمت على حاجه كويسه جدا بالنسبه لاجاي في الكوره دي احنا في موقف من ضمن مواقف هنجيبها كمان شويه نفس الكوره دي جت للاعب اف سي مصر وهنشوف تعامل معاها ازاي ما هي دي ايمن بتفرق من لاعب للاعب يعني مش انا بقولش ده يعني لاعب للاعب اجاي من اللعيبه الحريفه قوي موجوده في الدوري المصري هي. حتى لو مستواه مش يعني لا هي دي كمان بص دي بص ده برده جول اجاي في الدور الاول في اف سي مصر ده 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 اجاي بص احنا على فكره كنا بنتكلم على ده اتكلمت قلت يحسب لاجاي نكمل وحط رجله مع الكوره مع الراجل ما سابش الكوره وكمل وزي ما بقول لك اجاي من اللعيبه اللي بتاخد ايمن القرارات في ثانيه برده هقول لك ثاني مش اي لعيب بعد الكوره ما تخبط في رجله الخبطه دي ياخد القرار ويشوط بالمهاره دي فاجاي مهارته لا ما حدش يختلف عليها بيفرق كويس بيفرق جامد جدا في اداء وشكل النادي الاهلي عشان كده دايما ما بنيجي نتكلم بنقول اجاييه يرجع لمستواه انت دايما بتتمنى اللعيب المهاري اللي بيعمل معاك الفرق اجاييه وليد ما فيش حد بيتكلم على وليد وليد بيبدا بيلعب ربع ساعه زي ما كابتن شريف كان بيتكلم 10 دقايق هو وليد هو خطورته هو تحس ان هو عايز يبقى بيثبت نفسه تاني هي دي الدوافع دايما اللي بتطول بيلعب عمر لعيب الكره الشريف في الملعب هي مش موضوع سن يا ايمن اكتر موضوع عطاء انت عايز ماتش عن ماتش انا عايز موجود هو ده العمر الحقيقي على فكره لعيب الكره مش عمره 20 30 50 لا عمرك الحقيقي مدى وجودك في الملعب النهارده لا انا حاسس ان كل الناس ليها نفس تلعب كله عايز يأدي كويس قوي لو اخترت اقول لك احسن الهدف اجاي حلو قوي النقطه المضيئه النهارده عمرو السلاي النهارده عمل كل حاجه في الملعب ضرب الجزاء شاطها بيتحرك في الملعب كويس قوي حتى ما بيكمل ورا المهاجمين عايز اقول حاجه لا بكمل عشان في نقطه تانية عايز اتكلم فيها طيب بيكمل ورا المهاجمين كل التمريرات لو عملت احصاء كده تلاقي التمريرات كلها غالبيتها سليم. صح طيب. موجود دايما في نص الملعب ورا كل كوره النهارده لا في اجابات كتير جدا حلو قول انت اتكلمت على اجابات كتير جدا بس في حاجه كانت نقطه فارقه في المباراه ايه ضربه الجزاء اللي صدها احمد الشناوي طيب طبعا اكيد ما هقول لك حاجه لنفر طبعا حتى لو 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 احرزت هدف وده بنسبته كبيره محمد جدا الشناوي. محمد الشناوي أي. اعتقد مش هتفرق معاك ان شاء الله تتجاور على هدف 2 و3 ان ما ينفعش تتعادل او يحصل حاجه النهارده حتى لو الهدف ده جه كان هيدي حماس اكتر لكن وجود الشناوي يا ايمن وحارس كبير زي الشناوي بيطمن لعيبتك لاقصى درجه ايوه اقصى درجه انت ممكن تتخيلها حتى دلوقتي بقت مشكله لما تيجي ضربه جزاء على الاهلي اي لعيب بيدخل يشوطها هو عنده مشكله كبيره صح. ان هو وهو داخل يشوط ضربه الجزاء هو فاقد بالظبط حوالي 60% من ثقته في نفسه هو صح. لان هو صح. خلاص هو عنده احساس وعنده يقين صح. ان الشناوي هيمسكها يعني دي بتاعه الاتحاد دي بتاعه الاتحاد وبتاعه احمد رفعت توقعنا كلنا بص. وكنا كان 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 يوسف وكان عادل وكنت انا وكان هاني صح. توقعنا كلنا قلنا لا وقفت احمد رفعت هيضيع مش وقفه طبيعيه مزبوط. المساحه كبيره قوي دخوله قلقان الشناوي ايوه لا الشناوي في فورمه يا ايمن ما شاء الله بيملى الجون لا في مستوى كمان يا شريف عامل ثقه جامده جدا 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 خلي بالك انت بتقول يا كابتن علاء هو عنده ثقه وبيدي ثقه جامده جدا للعيبه بتاعته بالظبط يعني محمد الشناوي الفتره الاخيره مدي ثقه جامده جدا حتى عينه حلوه على الكوره في بعض الاوقات عينه ايمن حلوه على الكوره بص شايف الكوره وهي جايه هو الشناوي من نوعيه وليد اللي هو انا كل كل مر يعني كل يوم عن يوم لا انا لسه عايز تاني عايز تاني عايز تاني عشان كده هو الشناوي ما شاء الله النهارده كابتن النادي الاهلي حاجه اي حد في الدنيا بيحلم بيها وتبقى وسام على صدرك لحد لما شاء الله طول ما انت عايش انا كنت كابتن النادي الاهلي وتقولها كده وانت عارف فرحان وتحس ان انت في احلى ايام عمرك كنت كابتن النادي الاهلي مستوى هايل ثقه للعيبته وزمايله ممتاز ثقه مضاده للفريق المنافس بقى بيعمل لك مشكله ان هو انت عارف يا شريف الوقت المشكله في ايه
المنافس بيقول لك انا ازاي هجيب هدف في الشناوي. أيوة. صح بقت مشكله. صح. فدي حلوه يعني دي حاجه كويسه جدا. تعرف علاء كابتن عادل هيكل الله يرحمه جه قال لي كلمني عن الشناوي قال لي هو بيحب يقف بين الثلاث خشبات ودي رايته اهم ميزه بنكتسبها في حارس المرمى طبعا ان هو حابب مش يجيبها من جوه. لا 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 هو خلي بالك بيصدها على طول. خلي بالك الشناوي هو بيحب يقف في البرواز ده. كابتن شريف احنا لاعبين 29 مباراه الشناوي 22 مباراه ما دخلش فيه جول ما شاء الله. هو وتحس ان هو تحس ما عملش حاجه لسه كابتن شريف هو عايز تاني فالنهارده ده الطبيعي بتاعه يعني. ده دي الحاجه الحلوه في لعيبه الكوره فشايف هو ده اكتر لعيبه ثباتا في النادي الاهلي ده اكيد في المستوى ده اكيد طبعا طبعا يجي بعديه بقى عمرو السوليه يجي مثلا وريد لما بيلعب وكده. لكن اللي انا عايز اقوله النهارده ايمن ان لا النهارده المباراه حلوه يوم حلو ثلاث اهداف حلوين قوي زي ما كابتن شريف قال ثلاث اهداف كويسين جدا حلو مباراه حلوه 3-0 اديك ثقه في نفسك حتى الناس اللي بعيده وصلت. محمود وحيد كان دايما يوسف بيتكلم بيقول لازم محمود وحيد ياخد فرصه لانه لعيب كويس قوي ويبقى عندك حد موجود مكان معلول. الراجل جرب النهارده محمد هاني وايسو ليه لا هو يوسف هرجع له في حاجه كده هو قال حاجتين ادي واحده منهم دي واحده بتاعت محمود كان وحيد دايما بينادي بيه وفعلا كانت حاجه ايجابيه جدا يلعب المباراه النهارده كلها كامله ودي حاجه كويسه تحسب لفايلر. وبقول لمحمود مبروك النهارده رجوعك تاني وظهورك مع النادي الاهلي واتمنى يا رب ما تبعدش طبعا عشان هي مشكله اصابه. جرب النهارده محمد هاني وقدامه احمد فتحي لكن الشوط الاول الاداء ما كانش بحلاوه الشوط الثاني لان زي اف سي مصر بيقول لك ايمن 45 دقيقه يقول لك كان مركز قوي بيحاول يبذل اقصى جهد عنده. بس اعتقد برضو يعني هو كانوا واقفين على رجلهم اف سي مصر الشوط الاول نوعا ما الضغط من عندنا ما كانش كويس في نص الملعب ولكن النادي الاهلي كان فايق زياده الشوط الثاني الشوط الثاني يعني بص ايمن اللي بيخليك دايما فايق وعايز تلعب انت بدنيا واقف كويس عايز تلعب لعيب الكوره بيحب يلعب ده اللي انا عايز اقوله بغض النظر عن المستوى بتاع اف سي مصر لا 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 خالص او مش راضي عن الماتشين اللي فاتوا انا كلاعب بروح بيتي زعلان اقول لك حاجه الشكل ده يعني كابتن شريف اقول لك حاجه كمان خد بالك الضغوطات ما عندكش ضغوط خالص لعيب الكوره بيلعب ومضغوط ده بيفقد يعني نسبه كبيره قوي من اللعب طول ما انت بتلعب وانت بتلعب ما عندكش ده برده بتاع احمد الشناوي لا 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 كان مباراه الجونه الشناوي لو جبت يعني السنه دي ما شاء الله على الشناوي طبعا ربنا يحميه طبعا ويحفظه اكيد تحس ان هو نص الفرقه ما شاء الله. كابتن محمد اداء الاهلي النهارده عجبنا اجمالي يعني شفنا تحركات شفنا شوط على الجول شفنا كور من الجناب شفنا بعض التحركات الهجوميه وكثافه عدديه جوه يمكن الشوط الثاني شفنا الوقفه دفاعيا ورا بقت احسن قليل راح اف سي مصر ولكن قدروا اللعيبه الاخطاء بتاع الشوط الاول يتجنبوها الشوط الثاني. انت كنت من ضمن الناس اللي كنت بتنادي بمحمود وحيد يلعب ووليد سليمان يبتدي الماتش مظبوط صح انا كنا بنتكلم قبل كده في اكتر من مباراه قلنا ان من مكاسب النهارده ان انت بتريح بعض اللعيبه منهم علي معلول عشان خد كثافه ماتشات عاليه جدا من ساعه استأنفنا الدوري من بعد الكورونا هو تقريبا يعني اكتر لعيب مشاركه بيلعب فمن بيلعب. هنا طبعا صح. كنت لازم تريحه ومحمود وحيد في نفس الوقت لاعب ممتاز يعني لاعب عنده امكانيات وقدرات مميزه بس عايز ياخد ماتشات طبعا عايز ياخد ماتشات هو النهارده شوف يعني رغم بعده عن الملعب فتره طويله بعيد لكن ادى برضه بشكل يعني شكل مميز دي نقطه. النقطه الثانيه النهارده الجانب البدني بان جدا في مصلحه النادي الاهلي خصوصا الشوط الثاني يعني تسيد كامل بالنسبه للنادي الاهلي في الملعب سواء تمرير سواء ضغط سواء نقل الهجمه بسرعه بص عايزين نشوف الكره دي نجيبها من الاول دي الكره بتاع الكهرباء ماشي بص اهي شايفين التحرك الاول وبص خلي بالك انا عايز ابص برضو هنا على الوقفه بتاعت الدفاع بتاع اف سي مصر هو قبل كمان الوقفه يا كابتن ايمن الشيفت اللي عمله وليد سليمان مع كهربا طبعا يعني كهربا لاعب ايه لاعب طرف ووليد 10 ايوه وليد لما خرج جوه راح كهربا لافف على طول من تحت ودخل بالزبط. فين دخل 10 مكانه بالظبط حته الشيفت اللي اتعمل ده خلى فيه يعني مساحات بالنسبه لخط ظهر اف سي مصر كمل طبعا الناحية التانية جونيور منطلق طبعا في الجانب العكسي واتحطت له وبعدين حطها تاني الكهرباء هي تسديدة هو شايط على فكرة جونيور خلينا نتكلم يعني خلينا نتكلم
بمنطقيه. هو فايل اسمه اجاييه بيشوط في الجون بس برضه في نفس الوقت متابعه كويسه طبعًا. لان ممكن جونيور يشوط طبعا وما هي ما لبستش في وش رجله طبعًا. بس لو ما فيش حد ما خلاص طبعًا. لكن طبعًا. كون ان انا بتابع حتى لو زميلي اخطا انا بايه بستغل الخطا ده او بستغل الكره دي واقدر احل وتعامل معاه كويس كهربا تعامل معاه كويس مظبوط. فانا كنت بس عايز اكمل كلامي في ايه ان في ثلاث نقط كده رئيسيه. واحده الشناوي لعب دور كبير جدا في توقيت صد ضربه الجزاء النهارده. الشناوي صد ضربه الجزاء في الدقيقه 52 النتيجه كانت 1-0 مظبوط. ممكن النهارده لا قدر الله وكانت الكره دي دخلت كان ممكن يخش النادي الاهلي في حته عارف يعني هتبقى 1-1 اف سي مصر هتبص تلاقي في حماس في روح صح. هتبدا يا المعنويات هتاخد مجهود اكبر مزبوط. دي حاجه. تاني حاجه ان بعديها على طول بخمس دقايق قدر ان كهربا يحرز الهدف ففرق جدا في ضربه الجزاء دي مزبوط. النقطه الثانيه ان النهارده انا شايف جونيور اجاييه وجونيور اجاييه واليو باجي وفخري في مكاسب. واحد انت النهارده بتحط وجه جديد بتدفع بناشئ من مكاسب المباراه كسبت 3-0 وبتدي فرصه للعيب موهوب زي محمد فخري انه ياخد فرصه في رسميه في مباراه رسميه بتقدمه. ودي هنا برضو التوقيت بالدفع التوقيت مهم جدا ان انت بتدفع بلاعب لسه ناشئ وتدخله في وسط التيم بدون ضغوط زي ما قال الكابتن علاء مباراه سهله الدنيا كويسه صح. النقطة الثالثة كمان حسين الشحات النهارده بتقدمه مزبوط. انا كان نفسي كمان حسين يبقى مثلا بدري كمان 5-6-7 دقايق بحيث ياخد له ربع ساعة بالتوقيت الزيادة بدل الضايع فكان ممكن ياخد حساسية الماتشات يعني ياخد حساسية اكتر من كده. انما حسين الشحات انا شايف برضو مكسب من المكاسب فالنهارده في عدة مكاسب جونيور اجاييه والهدف اللي احرزه دي برضو حاجة من الحاجات المميزة. جونيور بقاله دلوقتي فترة ما كانش يعني بيحرز صنع هدف واحرز هدف فانا شايف المباراه مكسب كبير جدا تاكيد على الحاله البدنيه للنادي الاهلي. دايما النادي الاهلي يعني بيفرق الشوط الثاني. لو بصيت في احصائيه احراز الاهداف 66 هدف ال 66 هدف دول هتلاقي اكتر من 30 هدف يعني اكتر من 50% من الاهداف هتلاقيهم النادي الاهلي بيحرزها في اخر ربع ساعه في اخر ربع ساعه ودي حاجه دليل ان الناحيه البدنيه صح. مميزه عند النادي الاهلي والتركيز والتركيز طبعا بصرف النظر عن نتيجه المباراه. لو كسبان واحد بيكمل 2 و3 لو كان في تعادل فبيقدر ان هو يحسم المباراه في اخر ربع ساعه. فمبروك طبعا للنادي الاهلي مبروك للجهاز الفني واللعيبه طبعا وفعلا انا شايف ان المباراه يعني زي ما قال الكابتن علاء ممكن تكون الاعصاب مريحه او اعصاب مستريحه المباراه الى حد ما خلاص انت الضغوط اللي عندك حسمت الدوري ومفيش ضغوط. لكن انا باكد تاني ان كل مباراه محسوبه على النادي الاهلي يعني جمهور النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي واحنا كبرضو لاعبين سابقين واستوديو بنبقى عايزين النادي الاهلي يكسب حتى لو بيلعب مباراه وديه عارف لو صح. في مباراه وديه وانت رغم ان حسمت الدوري بس هو جمهور النادي الاهلي بيحب يكسب برضو صح. فاهم قصدي بس احلى حاجه النهارده ان انت كسبت خدت الثلاث نقط وكسبت مكاسب حواليها مفيش اصابات ريحت لعيبه زي حمدي فتحي وعلي معلول دفعت بلعيبه جديده زي محمد فخري ناشئ استعاده ثقه لجونيور اجاييه كلها حاجات السوليه النهارده بيؤكد في حاله علي معلول عندك مين بيلعب ضربات جزاء عندك علي معلول في السوليه في وليد سليمان وليد انا سعيد جدا النهارده ان هو بياخد من اول مباراه بيصنع الفارق أي. عنده سرعات عاليه جدا أي. احيا الكره اللي هي مع الاثنين سد باكات قدر يشترك بيها وفرق سرعته قدر ان هو يعمل ضربه جزاء فكنا اتكلمنا قبل كده قلنا مش لازم نعود اللعيبه ان خلاص كل واحد يبقى عارف انا اصلا انا بينزلني اخر ربع ساعه اصلا انا ببدا الشوط الثاني وهكذا أي. لا لازم يبقى فيه غير يعني تغيير وروتيشن للعيبه بحيث ان كل لعيب يبقى متوقع انه ممكن يبدا فاهم قصدي ودي بتخلي اللعيب دايما يطلع كل اللي عنده صحيح صحيح. كابتن عادل مبروك طبعا النادي الاهلي. كنت عايز اتكلم على حاجه معينه في نص الملعب ودور وسط الملعب طبعا وسط ملعب النادي الاهلي هو رمانه الميزان كل مباراه. لو هو كويس هتلاقي النادي الاهلي كويس لو هو مستواه هابط شويه في بعض الفترات هتلاقي النادي الاهلي واقع شويه في بعض الفترات. انا كنت عايز اتكلم على عمرو السوليه وديانج ووجودهم في نص الملعب
وحته الربط بين الدفاع والهجوم وحته الضغط في نص الملعب وحته التكمله والمسانده في حته الهجوم والدفاع. حاجات كتير قوي. حاجات كتير جدا. ما الحاجات دي خلي بالك يعني بص هتكلم حاجه طبعا الهدف الهدف الاسمى دلوقتي اللي احنا بنبص عليه ماتش الوداد. اكيد طبعا. انا يعني هاخد من كلام الكباتن في حته اللي حضرتك بتتكلم فيها وهبني عليها الاثنين الديفندر اللي حضرتك بتتكلم عليهم وادائهم مرتبط بالحته دي. لو جينا بصينا للفتره اللي فاتت هتلاقي ان احسن اشواط عملت شوط ثاني في مباراه الحرس. صح. شوط ثاني في مباراه الاسماعيلي. شوط ثاني النهارده. مظبوط. لو جيت بصيت للاسماء اللي موجوده في الملعب هتلاقي ان نسبه المهاره زايده في الاوقات دي. نسبه المهاره ازيد. يعني كنت طبعا كل لعيبه الكوره كل واحد بيبقى ليه مواصفات غير الثاني. بس لو جيت بصيت للشوط الثاني النهارده هتلاقي لعيبه الكوره مواصفات اللعيبه المهاريه موجودين بكثره. ايوه. ومباراه الاسماعيلي نفس الشيء، مباراه الحرس نفس الشيء. الاثنين الديفندر بيبان شغلهم اكتر لما بيكون في لعيب الكوره جوه الملعب اكتر، لان في كنترول بيبقى ازيد فكم الجري بتاعهم بيقل، غير لما يكون بتلعب بوينجين وفرودين فكم الجري بيزيد والانتاج بيقل. النهارده لو جيت النهارده السوليه لو بنتكلم على لعيبه اثنين نص ملعب، السوليه عامل كذا ثرو باس، عامل كذا اسيست كويس، عامل يعني صانع كذا كره كويسه، اشتغل الحاجات بالخارجي وشغال ببطن رجله وشغال بحاجات تعمل لوحده الكهرباء وعامل اثنين لكهرباء وفي كره وقعت له جوه ال 18 رقص فيها وشالها بوش رجله. فالحاجات دي تديك مردود ان في اريح، تديك مدلول ان في اريحيه جوه الملعب. ليه؟ لان اللعيبه بتطبع على بعض. بمعنى انا لو لعيب جنب لعيب بيجري بس هتلاقيني بجري زيه، هتلاقي كم يعني كم الباص الكتير مش بس موجود. أي. فبتلاقي كم الجري اعلى، فبالتالي بتلاقي الانتاج اقل. أي. لما تلاقي لعيب الكوره كتير هو بيجبرك انك تلعب كوره. صح. بيجبرك انك تعمل باص الحركه. خد بالك الفرق بين اللعيب المهاري واللعيب اللي عنده مهاره اقل شويه بتبقى في 5 متر زياده في نص الملعب، مش في جري. أي. في حركه. يعني ممكن 5 متر اجريهم قدام ما اعرفش استلم، وممكن 5 متر بالجنب اعرف استلم كويس. فدي حاجه من الحاجات المهمه اللي خلت شكل النادي الاهلي كويس بجانب الاداء البدني. الاداء البدني طبعا فارق كتير جدا النادي الاهلي عن بقيه الفرق، ولكن الحته دي نقطه مهمه جدا. في النقطه اللي انت بتقولها دي برضو يعني اسالك فيها، يعني انت جبت ازاي تقول ايه عايز تعمل مقارنه مثلا يعني كوره عمرو السوليه وكوره ديانج. في اوقات كتير جدا من المباراه بنشوف ديانج بياخد الكره وبيكمل، هو عنده الانطلاق الطولي كويس قوي، لما بيروح للجنب تحس ان هو مش مرتب افكاره، مش عارف هيعمل ايه الكره اللي جايه، تحس ان هو بيسبق الكوره. ديانج في معظم الفترات الحاجات اللي بيبقى فيها دريبل من قلب الملعب بيقطع بيها خطوط. صح. بتقطع خطوط، فدي بيبقى فيها شويه سهوله انك بتجري في حتت ممكن يبقى فيها كم لعيبه كتير، ممكن تعمل معاهم دبل باص، ممكن تطلع الكره في رجلك. كويس. لما بتروح على الاطراف بتبقى مسافه الجري بتاعتك بتبقى اطول. وده برده خد بالك في اللعيبه اللي عندهم الجري بالكوره اللي بلعيبه الاجنحه بتبقى والباكات بتبقى الامور اسهل عندهم ان عندهم مسافه كبيره، فعندهم لازم يكون الدريبل عندهم عالي. غير لعيبه نص الملعب، لعيبه نص الملعب ممكن تلاقي واحد بيعمل باص كويس جدا، ممكن تلاقي واحد بيعمل دبل باص معاك كويس جدا، بس مش شرط يكون عنده الدريبل عالي. أي. يعني لو طلعت مثلا وليد سليمان وديته على الخطوط او قفشه ممكن الدريبل عنده ما يبقاش اعلى حاجه. صح. بس عنده حاجات اهم او مكمله للدريبل ده. فده الفرق بين شويه بين السوليه وديانج او ديانج ولاعيبه الاطراف. السوليه انا شايف ان هم بعد ما رجع من الاصابه ادى في حاجات بقى يشتغل فيها بمخه اكتر. اقل كم الجري بتاعه اقل شويه. أي. بالذات لما يكون قدامه لعيب الكوره. صح. ولعيبه الكوره يعني النهارده اجايه بيأدي بشكل كويس لان جنبه وليد سليمان. وليد سليمان جنبه كهربا. أي. وكهربا قدامه حد بيسند عليه. ولما جيت نزلت. صح. طلعت مروان بقى كهربا واجايه وموجود عندك ونزلهم حسين الشحات وموجود احمد الشيخ، فلعيبه الكوره كتير، فبالتالي كم الجري في المساحات هيقل. وهتقدر تصنع فرص اكتر. فانا شايف ان كل ما لعيبه الكوره بتزيد جوه الملعب، كل لعيبه الكوره المهاريين بيزيدوا جوه الملعب وعندهم ثقه، وخد بالك الحاجات دي بتدي ثقه. لو حياتك كابتن يوسف اتكلمت في الحته بتاعت اللي هي لما كهربا طلع الكوره لاجاييه والجون الثالث، لو جيت للمنطقه دي هي دي اخطر منطقه اللي هي الزون 14 دي، اللي هي دي اهم منطقه في الملعب، هتلاقي ان الاربعه موجودين. غير لما تكون بتلعب باجنحه واقفين على الخطوط بتلعب بشكل كويس، ولكن بتبعد اللعيبه عن الجول كتير. بتبقى محتاج لعيبه نص ملعب تخترق،
تروح في ال 18 على طول. أيوة. وبتبقى محتاج لعيب عندك فينيشر كويس جدا بيعمل انهاء هجمات بشكل كويس جدا. ولكن لما بيدخلوا جوه الملعب بتدي فرص ان انت تعمل دبل باس، بتدي فرص ان انت تعمل حاجات الشيب بول، الحاجات دي كلها اللي بيسهلها لعيب الكوره. أيوة. فانا شايف ان كل ما لعيبه الكوره بتزيد او كل ما اللعيبه المهاريه بتزيد بتقللك كم الجري او بتديك انتاج اكتر. واعتقد هو ده النادي الاهلي طول عمره. النادي الاهلي طول عمره بيلعب على الاستحواذ، النادي الاهلي طول عمره بيلعب على اللعيبه اللي بتصنع الفارق، لعب جماعي. ولكن فيه بتلاقي لعيب بيصنع الفارق بباص، بيصنع الفارق باختراق، بيصنع الفارق بدبل باص كويس. فيعني كويس. شوط تاني ده المفروض نبني عليه اللي بعد جاي. صحيح صحيح. هنتكلم على الارقام بتاعته واحصائيات الماتش النهارده. الماتش طبعا 3-0 نادي الاهلي، الاستحواذ نادي مصر 47%، نادي الاهلي 53%، التصويب على المرمى النادي مصر 5 من 9، النادي الاهلي 7 من 11. الركنيات، ودي عايز اتكلم عليها مع الكور السبت معاكم برضو، النادي مصر 3 ركنيات ونادي الاهلي 6 ركنيات. بالنسبه للكابتن محمد الشناوي في ماتش النهارده، طبعا تصدى ضربه جزاء، تصويبات على المرمى 5 من 5، تمريرات 22 تمريره صحيحه من 26. الشناوي بقى خلال جميع المباريات لعب 28 مباراه، دخل مرمى 8 اهداف، شباكه نظيفه 22، تصدى ل3 ركلات جزاء، والتصويبات على المرمى 55 صدها من 66، وصناعه اهداف 1، ولو ان انا فاكر ان هو صنع هدفين قبل كده مش واحد بس. بالنسبه لعمرو السوليه، عشان احنا كنا بنتكلم على عمرو السوليه برضو، تمريراته الصحيحه 31 تمريره من 43، تصويبات على المرمى 1 من 1، تمريرات بينيه 2 من 3، قطع التمريرات 2 من 4. واعتقد ان دول من نجوم المباراه. عمرو السوليه طبعا من الماتش اللي فات احنا اتكلمنا عليه كويس قوي، من نجوم المباراه. محمد الشناوي زي ما اتكلم الكابتن علاء وزي ما اتكلموا الضيوف كلهم، ان هو تقريبا اكثر اللاعبين ثباتا في المستوى، ثقه كبيره جدا، ثقه كبيره جدا للاعيبته، ثقه كبيره جدا للجمهور، هو مطمنا يعني، وجوده في الملعب بيطمنا زي وليد سليمان بالظبط. اللي انا عايز بس اتكلم عليه دلوقتي وهتكلم على الماتش كمان شويه تاني، حته ان النادي الاهلي هو اللي بيصنع النجوم. النادي الاهلي طول عمره على مدار السنين كلها هو اللي بيصنع، النادي الاهلي هو اللي بيصنع اللعيبه، هو اللي بيصنع المدربين، هو اللي بيصنع المديرين الفنيين، هو النادي الاهلي المنظومه اللي جوه النادي الاهلي هي اللي بتعمل النجم، سواء لعيب كوره او مدير فني. وعندنا يعني حالات كتير جدا جدا جدا، انا حضرت منها يعني 3-4 مدربين كان جم في النادي الاهلي فتره من فترات عملوا نتائج كويسه مع النادي الاهلي عشان المنظومه جوه كويسه جدا. نفس المديرين الفنيين دول مشيوا وراحوا حتت تانية، مش عايز اقول انا يعني مش عايز اقول فشل، ولكن عايز اقول ما حققوش برضو نفس النجاحات دي. ايه رايك كابتن شريف في الكلام اللي انا بقوله؟ نستشهد بنفسنا، احنا كلنا نجوم قاعدين في النادي الاهلي ولعبنا في النادي الاهلي، بداياتنا كانت في النادي الاهلي. انا لو اول مباراه لعبتها مع اي فريق تاني غير النادي الاهلي بالهدف اللي انا طرت وحطيته في المقص وكنت بلعب في وسط كوكبه كبيره جدا، اعتقد ان ما كانش هتبقى عندي الاسم الكبير ده وعندي الفرصه ان انا ابقى موجود جوه كيان كبير زي النادي الاهلي، العب في التيشيرت الاحمر. افريقيا هتعرف ده، بلعب ضد بايرن ميونخ، بلعب ضد ريال مدريد، بنلعب في تركيا، بنلعب في حتت كتير قوي، عندنا من المساحات الكبيره ان احنا نبقى موجودين على الساحه الرياضيه. مش مطلوب منك زي ما قال عادل يعني، انك انت لما تمسك الكره تلاقي تحركات قدامك، تقدر تدي ده ولا تدي ده وتعمل الثغرات بتاعتك وتعمل زياده عدديه في الملعب. فانت مش بتلعب مع 11 لعيب بس، انت بتلعب مع كيان كبير قوي ومؤسسه كبيره قوي بتوفر لك كل حاجه. حتى واحنا مسافرين انت بتشوف احنا بنتعامل ازاي، لما بنروح بيستقبلونا ازاي. النادي الاهلي كيان كبير جدا، انا اللي هزايد في حبه ولا انا اللي هزايد، احنا كلنا حسينا بده. نلعب مسؤولين عن ايه؟ مسؤولين عن جماهير عريضه جدا، مسؤولين عن بطولات كبيره جدا جابوها اللي قبلينا، واحنا كملنا المشوار، واللي بعدينا واللي بعد اللي بعدينا، والوضع العادي اللي احنا بنتفرج فيه دلوقتي اللي احنا بنطالب بافريقيا الجايه ان ده حق مكتسب لينا. فالنادي الاهلي ربانا على حاجات كتير قوي، فالكواليتي بتاع اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يبقى هو فخور بنفسه ان عرف
النو هاو بتاع الوجود في هذا الكيان. انك انت موجود بتلبس التيشيرت الاحمر ده وتبقى موجود وناس بتحبك وناس تشاور عليك. احنا ليه بنيجي نتفرج على النهارده مثلا او امبارح او اول امبارح في الماتشات اللي فاتت دي بنبقى متضايقين من اي حاجه بتحصل في الفرقه؟ لعيب مش موفق او لعيب لسه عايز يرجع من الكورونا في فورم او عايزين. احنا بنتكلم على الامثل، بنتكلم على التواجد المستوى الاول دايما، لان ده المطالب مننا، لان احنا ده المطالب مننا من ساعه ما نشأنا من ناشئين لغايه لما طلعنا او لو جايين من اي نادي تاني رايحين على النادي الاهلي. فانت وجودك في النادي الاهلي او زي ما انت اتفضلت وقلت كمدربين كمان او اي حد بيشتغل في النادي الاهلي في اي حاجه، في سباحه، في طايره، النهارده شفت شكل المكسب حلو ازاي بتاع كره الطايره، كلنا احنا حد عندنا اتكلمنا عن المكسب بتاع كره الطايره لانه النادي الاهلي، لانه الكيان، لانه كل حاجه فيه حلوه. الشارع لما بتنزل تتمشى كده والناس بتسلم عليك تقول لك اتصور معاك، لو انا بلعب في المنصوره هيبقى حدودي في المنصوره بس، مش في القطر العربي كله، مش في الدنيا كلها. فطبعا انا باكد على كلامك و موافق على كل اللي انت بتقوله. عندنا هنا في النادي الاهلي حاجه والحقيقه وليها طعم تاني، واحنا اللي حاسين بيها اكتر كمان، والجماهير بتاعتنا هي اللي بتحسسنا بيها. محايد انت كابتن شريف؟ انا مش محايد. لا محايد. انا فخور. انا بص عموما انا فخور والله. عموما انا طب انا عايز اقول لك حاجه بس. لا مثلا هقول لك حاجه واحده. اما العب انا في الملعب ومثلا محمد يوسف بيلعب معايا وعادل وعلاء مايوب، علاء مايوب ده انا كنت اخد الكوره من لونج ليفت اول ما اقطع بيها كده زي ما تقول في مغناطيس، الراجل ده بيروح داخل لي جوه اروح مسقط له الكوره موقف ومرقص الجون وحاطط الجون. حلو. بيدي ثقه ليا انا. التيشيرت ده بقى خدت بالك وراه 80 مليون. ايوه. الهال اللي بسمعها تخليني الماتش اللي بعده كمل انت. ده احنا كلاعيبه كلنا ماشي. طيب احنا هنكمل كلامنا في الموضوع دوت برضه. كابتن محمد يوسف فاهمني طبعا، كابتن علاء مايوب وكابتن عادل فاهمني. هنروح لزميلنا شريف شعبان ملعب مباراه وهنشوف حاجه جميله جدا من فريق مصر النهارده واحتفاله بالنادي الاهلي. شريف شعبان، ازيك يا شريف؟ ازيك كابتن، تحياتي لحضرتك ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك فوز اليوم النادي الاهلي على فريق مصر بثلاث اهداف مقابل لا شيء. ويمكن فريق مصر النهارده يمكن كان اعد ممر شرفي لفريق نادي الاهلي بطوله الدوري رقم 42، وكان حريص بعد انتهاء المباراه تكون في تورته من نادي مصري الى الجهاز الفني واللاعبين احتفالا بفوز نادي الاهلي ببطوله الدوري. وبالفعل يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره واللاعبين استقبلوا المشهد بصدر رحب جدا وحيوا فريق مصر على الروح الطيبه والروح الرياضيه اللي متعودين عليها في الفتره الاخيره، اذا كان من فريق مصر او فريق مصر المقصه. يمكن ما زالت الاحتفالات والانتصارات ولا اللي بنات بيفوز 3-0 النهارده، فريق الطايره رجال بيفوز 3-0، وفي نهايه اليوم كان فريق الكره بيفوز ايضا 3-0. مليون مبروك كابتن ايمن، مليون مبروك لكل ضيوفك، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الله يبارك فيك يا حبيبي وشكرا جزيلا، الف شكر يا شريف. مشهد طبعا اكتر من رائع لنادي اف سي مصر او نادي مصر، وده يمكن تاني مره تتكرر بعد المباراه اللي فاتت بعد مباراه مصر المقص. كابتن علاء، كنت بتكلم قبل شريف شعبان زميلنا من الملعب مباراه على موضوع ولا بلاش اتكلم، انت اتكلم موضوع بص انا عايز اقول لك حاجه. انا حضرت فتره من فترات المنظومه بتاعه النادي الاهلي بتنجح اي مدرب، اي مدير فني طبعا. كويس، مش هتكلم على حد معين، ولكن المديرين الفنيين اللي انا حضرتهم وكنت عايش الفتره دي سواء كنت في النادي الاهلي او بره النادي الاهلي، وممكن اقول اسامي يعني. انا مستر الان هاريس نجح في النادي الاهلي وجاب تقريبا كل البطولات في النادي الاهلي كويس، ومع ذلك مشي. كابتن صالح مشاه بقرار ومش عايز اقول الاحداث. مستر هاريس راح درب في حته تانية ما قعدش 6 اسابيع مشي. راينر سوبر، هولمان، نفس الكلام. النجاح في النادي الاهلي بسبب المنظومه اللي داخل النادي الاهلي، ده اللي انا عايز اتكلم عليه. طيب ما تخلينيش اتكلم اكتر من كده. لا انا قلت كل حاجه، انت لو قلت لي كمل كنت هكمل انا كل الكلام ده. طيب. كمل انت. بص يا ايمن، انا دايما بقول كلمه، او مش انا، الناس كلها في النادي الاهلي او اللي داخل النادي او منتمي النادي الاهلي، النادي الاهلي بيضيف لاي شخص يدخله مش بيضاف له. صح.
مهما كان اسمه ومهما كان هو ايه، هو بيضاف لي ان هو يخش النادي الاهلي، مش هيضيف النادي الاهلي حاجه خالص. مزبوط. دي خليها على جنب كده، ان دي حاجه قاعده كده هتفضل على طول. لانك انت زي ما بقول لك الشرف ان انت جوه النادي الاهلي، النادي الاهلي اي بني ادم في الدنيا يحب يبقى ينول الشرف ده. هات لي مدير فني دخل النادي الاهلي وخش بطوله. صح فاهمني؟ اي مدير فني يتمنى يدخل النادي الاهلي ليه؟ وانا هو عارف هو داخل على صرح كبير قوي، اسم كبير جدا، صح، منظومه رياضيه ما فيش فيها مشكله. ده انا هقول لك على حاجه بمناسبه الكلام اللي انت بتقوله ده. انا دلوقتي افتكرت مدير فني اجنبي جه عندنا سنه 87. كويس كويس. في النادي الاهلي هو جاب بطوله للنادي الاهلي، ما حدش فاكر البطوله دي. بطوله افريقيا سنه 87 لما كسبنا الهلال السوداني، وده كان اخر مباراه للكابتن محمود الخطيب. بالظبط. المدير الفني الاجنبي ده اسمه ايه؟ ده كان مين؟ باتلر. باتلر اه صح. وكان معاه كابتن انور السلامه وكابتن صلاح حسني. بالظبط. دي حقيقة. وما كانش في حد عارفه خالص. طيب. ولكن جاب لنا بطوله افريقيا وهو جوه. كويس. وخلي بالك ايمن المنظومه هي اللي نجحت. ما بص يا ايمن، ما انا بقول لك المدير الفني، اي مدير فني بيتمنى ينتمي للنادي الاهلي ده حتى لو مش معروف، لان هو هيتعرف. ده اللي انا عايز اقوله بقى خلاص من الاخر. طيب قول. اكمل ولا كمل. خلاص؟ لا كمل. لا كمل. هو هيتعرف. أيوه. مجرد دخوله كده ويمضي عقد مع النادي الاهلي، هو قطع 80% من مشواره التدريبي، لان صح. هو عارف هو رايح فين، داخل على منظومه كرويه محترمه جدا 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 في كل حاجه. صح. في اللعيبه بيتعامل معاها، هو جايب لك نجوم بتتعامل معاهم، اداره ما تتدخلش في شغلك اطلاقا. اي مدير فني، ومعانا ما شاء الله مدير فنيين كتير جدا، امنيه حياته ما يخش اي نادي ايه؟ مش عايز غير هدوء ونظام ومفيش المحاسبه بالقطعه. بس اللي هو انا يعني انا بقعد معاك، انت عايز ايه؟ انا عايز 1 2 3. انا موفر لك 1 2 3 4. انت مش محتاج حاجه. صح. مطلوب منك ايه؟ كل البطولات اللي هتدخلها، لان انا مش بطلب منك حاجه مستحيله. فهمنا يا شريف؟ انا صح. عايز تقول حاجه؟ لا لا اتفضل. انتوا معاكوا حق، خدت بالك، وخاصه لو هو جاي كمان. كان لو اي مدير فني ما بيبقاش عنده سي في عالي، ما بيجي هنا سي في بتاعه بيعلى قوي. هو مين يعرف كان باتلر؟ مين يعرف باتلر؟ ما حدش عارفين، احنا نسين اسمه اصلا. باتلر. لا مع احترامي طبعا لا مستر. مش الاسم يعني، انا بتكلم يعني على يعني في المجال نفسه. يعني الطبيعي ان هو يجيب البطوله. انا بتكلم في المجال نفسه. انت النادي الاهلي هو اللي بيشهرك، النادي الاهلي بيديك الاسم، النادي الاهلي بقى بتخرج منه لما حتى ما بيجي لك انديه ثانيه، الانديه كلها بتتهافت عليك، مش عشان حاجه، عشان انت حضرتك في يوم من الايام كنت سنه 2 3 كنت بتمرن او مدير فني للنادي الاهلي. واكيد انت اتكلمت نفسك بتقول ايه؟ انت مدير فني لما بتيجي للنادي الاهلي المنظومه بتريحك راحه كامله، انت بتطلب 1 2 3 بيجيب لك 1 2 3 4. انت بتخش مكان اللي هو بعد ما بتعرف المكان، انا ما عنديش، انا مش ناقصني حاجه. بالعكس انا عندي حاجات زياده عن انا طالبها. صح. فانا خلاص بقول يا ايمن، المدير الفني غير اللاعب غير كل حاجه. المدير الفني عايز المنظومه اللي حواليه صح. حاجه هاديه جدا دايما، في هو مجلس الاداره عن طريق صح. حلقه وصل، مش زيطه كل واحد يتكلم. لا 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 خالص. مزبوط. هو عارف يتعامل مثلا مع كابتن شريف. صح. كابتن شريف يبقى هو حلقه وصل بينه مثلا مجلس اداره رئيس النادي، او هو ده. لكن مزبوط. مش اي حد يتكلم معاه. لا 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 خالص. لا لا لا. وتحس ان تخش النادي الاهلي المدير الفني ده حاجه محترمه جدا، مقفول عليه كويس قوي. صح. باحترام ما بعده احترام. صحيح. بيلاقي كم من نجوم، مش لعيبه على فكره، النادي الاهلي عمره كان فيه لعيبه، النادي الاهلي عمره فيه نجوم. نجوم عارفه اللي ليها واللي عليها، فانت ما عندكش مشكله. مزبوط. مفيش مشكله ايمن خالص. هو كل عشان كده هي البطولات اللي في الدولاب اللي ما شاء الله يعني ربنا يزيدها، دي هي من فراغ كده؟ هي مش من فراغ على فكره. طبعاً. ده شغل، وشغل كتير جدا جدا جدا، بس انا بشتغل في مكان مفيش فيه مشكله، كل حاجه متاحه. صح. كل ادواتك موجوده. فالطبيعي انك تاخد بطولات طبعا، كل حاجه باذن ربنا. طبعا بطولات في كام حاجه مترتبه قبلها. أي. عشان كده ايمن، اي مدير فني سواء اسمه ايه، انا بقولها على فكره على الملا، يتمنى يبقى مدير فني للنادي الاهلي اي حد. كان كمان كلامنا مع كابتن محمد يوسف وكابتن عادل مصطفى، ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن دور المنظومه في النادي الاهلي في نجاح اللعيبه وصناعه النجوم سواء لاعبين او مديرين فنيين. كابتن محمد يوسف، كابتن علاء قال حاجه مهمه جدا، ان انت كل عناصر النجاح متوفره لك في النادي الاهلي.
ما عليك الا انك انت تعمل شغلك، تعمل شغلك بكفاءه طبعا. والنادي الاهلي دايما هو اللي بيصنع النجوم سواء لعيبه او مديرين فنيين. مظبوط. كابتن علاء قال لك حاجه من ضمن الحاجات وانا كنت عايز اتكلم عليها من فتره، يمكن احنا بنتكلم كتير جدا على انجازات مستر مانويل جوزيه، كويس، ولكن كل ما بنيجي نتكلم عن انجازات مستر مانويل جوزيه نقول ان هو من سنه كذا لسنه كذا جاب مش عارف كل البطولات، دخل كاس العالم كم مره، جاب كم دوري، ما بنتكلمش ابدا في الفتره بتاعت مستر مانويل جوزيه ان النادي الاهلي وفر لمستر مانويل جوزيه لبن العصفور. لا طبعا ده اكيد. بص يا كابتن ايمن، يعني طبعا احنا الكابتن شريف والكابتن علاء اكبر مننا سنا، وحضرتك طبعا كلكم كباتن بتوعه، واحنا يعني عندنا ميزه حلوه جدا في النادي ان جيل بيسلم جيل، وتبص تلاقي لما بيبقى يعني الاجيال دي لما بتقعد مع بعض تشعر ان هم يعني كلهم زي ايه اسره واحده. النادي الاهلي منظومه، انت بتتكلم في نادي عمره من 1907، نادي عنده فرق نجاحات وفرق بطولات كبير جدا عن كل المنافسين اللي بينافسوه سواء في افريقيا سواء في داخل مصر. فالكلام ده بيجي من ايه؟ الكلام ده بيجي من اداره ومنظومه ماشيه بسيستم واحد، وزي ما احنا بنقول كده اداره بتسلم اداره، جيل بيسلم جيل في كره القدم او في اي رياضه تانية. فدي طبعا يعني ده اللي بيميز النادي الاهلي. اللي انا عايز اقوله اللي مهم جدا ان جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، وجمهور متعود على المكسب، وجمهور هو عامل دافع قوي جدا في مسيره النادي الاهلي. فانت النهارده اي واحد بيخش المنظومه دي، لو اشتريت لاعب من نادي اخر وجبته النادي الاهلي، هتبص تلاقيه دخل المنظومه، هتبص تلاقيه بسرعه شعر ان المسؤوليه اللي ملقاه على عاتقه، وايه طلبات ايه الواجبات بتاعتك، انت جيت هنا ليه؟ انت جيت هنا عشان تفوز بالبطولات، جيت هنا عشان تضيف بطولات اخرى وتبقى انت مساهم مع زمايلك في الفوز بالبطولات. فدي مهمه جدا، فبتوصل لرساله للاعب اذا كنت انت كنت في فريق قبل كده مثلا بيكسب مباراه ويتعادل الاخرى او 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 مثلا متعود ان هو ما يكسبش البطولات، لا هنا الرساله بتوصل بسرعه. نفس الكلام للايه؟ للمدرب، مدير الفني، نفس الكلام للمدير الفني، نفس الكلام للمسؤول. انت عارف انت دكتور اداري علاج طبيعي ايا كان، كل ده متعود على المنظومه كده بالشكل ده، وفي نفس الوقت اللي ما وصلتلوش بتبدا توصله، بيبدا يعني تتنقله بمجرد وصوله للمكان ويبدا يشتغل. مهم جدا بامانه، مهم جدا نقول ان النادي الاهلي اللي بيميزه عن اماكن كتيره جدا فعلا فعلا هي الاداره. الاداره عايز تشوف اي مؤسسه ناجحه ليه، اي شركه ناجحه ليه. لو اي واحد فينا عمل مشروع وعايزه ينجح هتبص تلاقيه، اظن ما فيش بقى اغلى من الواحد بيعمل مشروع فبيبقى عايزه دور على الاداره. صح. لو انت بتدير صح وحاطط هيكل اداري صح وحاطط كل واحد ليه الاختصاصات بتاعته، ما بيتدخلش، الدكتور هو الدكتور، المدرب هو المدرب، الاداري هو الاداري، بتاع العلاج الطبيعي هو بتاع العلاج الطبيعي، المدير تسويق، كل واحد في قسمه، كل واحد في مكانه. فهنا ده اداره، وهنا دايما نقول ان اداره النادي الاهلي هي الاميز عبر الاجيال، وكل اداره او كل مجلس اداره بيقعد الفتره اللي هو بيقعدها ثم بيسلم مجلس اداره وهكذا. فطبيعي جدا ان هتلاقي لعيبه لعبت في النادي الاهلي وانتقلت لانديه اخرى ما حققتش البطولات اللي حققتها جوه النادي الاهلي، يبقى ده دور الايه؟ ده المناخ اللي بيتوفر من الاداره للفريق عشان يحقق بطولات. نفس الكلام لعيبه بتجيبها وتتعاقد معاها من انديه اخرى بيفوزوا باول بطولات ليهم داخل النادي الاهلي. أيوة. ويمكن لسه من كام يوم فزنا بالدوري، كهربا قال انا اول دوري اخده. كهربا بقاله كام سنه بيلعب كوره؟ انا بديك مثال صغير بس كده، لسه هو بقاله فتره طويله، يعني بقاله فوق الثمان مواسم دلوقتي او سبع عشر مواسم. أيوة. فعشر مواسم اول بطوله دوري يكسبها كان مع النادي الاهلي. صحيح. فمن هنا
نفس الكلام بالنسبه للمدربين. كويس. يعني انا واحد معاك اهو، انا يعني بقولها في كل مكان. النادي الاهلي صاحب فضل عليا ان انا اول تولي ليا مدير فني وابقى يعني اشتغل كان جوه النادي الاهلي، وكانت يعني حاجه كبيره، ماسك نادي كبير صح، ولعبت بيه دوري، لعبت بيه بطوله افريقيا، ولعبت سوبر افريقيا، يعني فهو صاحب فضل على اولاده، على كل اللي مثله في النادي الاهلي، ظهرك جامد، ظهرك جامد. وبتلاقي مسانده من 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 العناصر الاخرى معاك. كويس. يعني فاهم قصدي؟ عمر ما كان نجاح فريق النادي الاهلي بيبقى نجاح بس هو عشان المدرب او اللعيبه، دي بتبقى منظومه كامله. أي. اداره، لاعبين، جمهور، اعلام، كل العناصر دي بتساهم في نجاح الفريق، مش بس انت جبت مدير فني كان مميز او كان موفق في عمل الانجاز. كويس. لا، الانجاز ده بيجي نتيجه تضافر الجهود كلها. كويس. طب احنا داخلين على مرحله مهمه جدا دلوقتي، وكل الجمهور، او عايز اقول لك حاجه، انا يمكن 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 اداره النادي الاهلي، يعني نجاح المنظومه الكرويه السنه دي مرتبطه بنسبه كبيره جدا بانك تاخد بطوله افريقيا. كويس. لو انت مكان مستر فايلر في الفتره اللي جايه تعمل ايه مع النادي الاهلي وانت داخل على ماتش الوداد؟ عايز اسمع منك الكلام دوت، ولكن بعد الفصل. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كنا بنسال الكابتن محمد يوسف قبل الفاصل، لو انت مكان مستر فايلر تعمل ايه المرحله اللي جايه؟ احنا ما قلناش ان الكابتن محمد يوسف هيجي مكان مستر فايلر، احنا بنقول لو انت مكان مستر فايلر يا كابتن محمد يوسف تعمل ايه؟ لا طبعا، المهم جدا ان يعيش هو ذات نفسه، يعيش في استقرار. طبعا احنا ما عندناش اي اخبار، بس طبعا ما يقال لازم يحسم هذا الجدل تماما، وهو في المؤتمر قال ان انا يعني انا موجود مع النادي الاهلي وهكمل الثلاثيه مع النادي الاهلي. فعنده هدف كبير جدا، هو هدف افريقيا، بطوله قاريه، حتى هو على المستوى الاحترافي مهم جدا انه يضيف لنفسه بطوله قاريه، ومع نادي طبعا عظيم زي النادي الاهلي، نادي فايز بثمان القاب يعني قاريه، فدي حاجه فرصه كويسه دي عليه انه ينهي حته يعني عارف، لان طبعا كل ما يقال حوالين الفريق وكده اللعيبه بتسمع وبتقرا وبتشوف، فهو برضو حسمه لنقطه زي النقط دي انا اعتقد ان مهم جدا. حاجه من الحاجات الثانيه ان هو ودي يمكن قالها عادل مصطفى في اكتر من استوديو، لازم يجهز اللعيبه كلها عشان الفتره الجايه فترة مهمة جدا، فترة كل ما بتقرب على مباراة الوداد كل ما تجهيزك لازم يزيد، مستوى اللاعبين لازم يبقى في تصاعد مستمر، عملية تدوير اللعيبة لازم تبقى بدقة شديدة جدا الفترة اللي جاية عشان يبقى الجرعات متساوية، ويبقى عندك كل اللعيبة جاهزة عشان في النهاية تقدر تشتغل بكل الكروت بتاعتك، سواء الناس اللي هتبدأ بيها أو اللعيبة اللي هتبقى موجودة معاك. فاحنا يعني ده كل الحاجات اللي هي مطلوبه من مستر فايلر الفتره الجايه، و ان شاء الله الحلم الكبير بتاع النادي الاهلي. انا شايف جمهور النادي الاهلي عنده حلم كبير جدا، نفسه انت لو اتكلمت مع اي واحد في الجمهور في الشارع في اي مكان كده هيقول لك انا بموت يعني اصحى وانام واصحى وانام بحلم ببطوله افريقيا. مظبوط. الدوري بطولة محببة وبطولة بيحبها جدا جمهور النادي الاهلي ومتعود عليها، لكن حلمه افريقيا. فاتمنى ان الحلم ده يتحقق. مش سهل يا محمد كمان ان انا بوصل سيمي فاينل او اوصل طبعا يعني اوصل طبعًا. فاينل او سيمي فاينل في الوقت اللي احنا شايفينه. مظبوط. مظبوط. بس برضه انا كمان عندي مور كونستريشن، عندي تركيز بس أكثر. برضه يا كابتن لازم نبقى عارفين كويس قوي ان النادي الاهلي ما عندوش او ما بيعدش
كم مره وصل فاينل طبعا. النادي الاهلي بيعد القاب فقط لغير طبعا بيعد هو كسب البطوله بتلعب على بطوله كاس مصر كسبه كم مره الدوري كسبه كم مره دلوقتي لكن مش وقت. هدف من اهداف النادي الاهلي انه يقول لك انا وصلت السيمي فاينل او انا لعبت مثلا سبع نهائيات لا طبعا انا يعني انا شخصيا البطوله يعني انا شخصيا راجل اشتغلت في النادي الاهلي وكل اللعيبه كابتن علاء وكابتن شريف وكل لان احنا لو سالتك انت وصلت كام فاينل كاس مصر او كام فاينل ها خدامك ايمن شوقي ايوه انت كابتن كبير ده انت هداف يا عم محدش يقدر يجي جنبك مكنه الاهداف الله يخليك من الاخر المركز الثاني مش موجود في النادي مش موجود في النادي الاهلي احنا بنعد البطولات احنا بنعد البطولات كابتن عادل بص الفتره اللي احنا فيها اللي جايه ديت الجمهور قلقان شويه ومن حقه يقلق كويس لان انت داخل على معمعه جامده قوي اخر بطوله يمكن احنا عايزين نخلص من حته اخر بطوله دي اللي جابها لنا محمد يوسف يعني اخر بطوله يعني جابها لنا بكابتن محمد يوسف احنا عايزين ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا السنه دي ونوصل فاينل وناخد باذن الله البطوله ايه المطلوب من الجهاز الفني واللعيبه في الفتره دي عشان الجمهور عايز يطمن لا هو الجمهور ليه دور كمان يعني الجمهور ليه دور كبير في انك تحافظ على الاستقرار خلينا نبقى نتكلم بلغتنا اللي احنا متعودين عليها ان احنا ما ينفعش نبقى سابقين الاحداث بمعنى ان انا خليني مركز في دلوقتي لازم دلوقتي ده يكون في تكاتك من الجميع نقلل الاخبار اللي فيها الحاجات الافتراضيه ودي حاجه مهمه جدا ان احنا حياتنا كلها بقت اخبار افتراضيه نقطع كل الاخبار اللي حوالين الفرقه اللي فيها شكوك اللي بتحاول مش هقول بتهد الفرقه ولكن بتاخد من التركيز نحاول نقللها شويه نحاول ده جمهور واعلام وكل الناس اللي منتميه للمكان ده وانك تحاول تساند طول الوقت كويس لحد ما يبقى قدامك حاجه انت موقف انت حصل فعلا نبدا نتكلم فيه وده اللي اتعودنا عليه ما ينفعش نتكلم على حاجه افتراضيه والنادي الاهلي عمره ما كان بيتكلم على حاجه افتراضيه صحيح. ودي حاجه من الحاجات اللي مميزانا فانا مزبوط. شايف ان احنا لازم يكون في دايره مغلقه حوالين الفريق الشائعات او اي حاجه نحاول نقللها طبعا مش قدر تمنعها ان الناس السوشيال ميديا طول الوقت بتحاول كل واحد بيبقى عنده سبق كل واحد بيبقى عايز يبقى يجيب هو المعلومه اول واحد حتى المشجعين ما بقوش هم مشجع بس المشجع بقى السوشيال ميديا بقت حاجه ادمان أيوة. ادمان زيه زي اي حاجه في الدنيا فالسوشيال ميديا انك تبقى مدمن السوشيال ميديا عايز تدخل انت تكتب اول حاجه ممكن تكون مش صحفي او مش تكون مش اي حاجه فنفسك تدخل تكتب انت اول واحد أيوة. انا عارف ده ماشي اوكي وممكن تكون تتكهن بده أيوة. حد يقول لك حاجه بيبني عليها حاجات تانية من افكاره ده حاجه يعني حاجه كويسه انك تبقى عايز تسابق الناس كلها ولكن في الاول وفي الاخر لازم تفكر في مكانك لازم تفكر في بيتك هل الاخبار دي هل الطريقه دي مناسبه دلوقتي للكلام انت بتتكلم على نهايه السيمي فاينل اقل من شهر والناس كلها طول الوقت بتتكلم مين موجود مين مش موجود مين جاي مين رايح الكلام ده مش مظبوط ما ينفعش نتكلم فيه دلوقتي خالص صح النادي الاهلي طبعا في حاجات كتير جدا هو اكبر منها واتمنى ان الناس كلها مش لا الاداره ولا اللعيبه ولا الجهاز بس دلوقتي بقى الجمهور جزء من المنظومه الجمهور جزء من بقى جزء من الاعلام ان السوشيال ميديا كلها بقت متشافه بشكل كبير جدا فاتمنى ان احنا نتكاتف وان احنا نبطل او نقفل على نفسنا نقفل على فرقتنا حتى لو انت عارف حاجه أيوة. انا لو انا راجل مشجع وعارف حاجه مش لازم اقولها بالزبط. مش لازم طول الوقت حاجه اقولها الفتره دي مش لازم أيوة. انا عندي استقرار في فرقتي أيوة. طول ما انا بقلل ده أيوة. بالتالي اللعيب مش هيسمع بالتالي مزلوب. المدرب مش هيسمع ومش حاجه حلوه ان دايما نتكلم على حاجه افتراضيه لو حصل كذا هنعمل ايه لو حصل كذا هنعمل لا ما تخلينا في اللي موجود مزلوب. ولازم نمشي مع اللي موجود لغايه الاخر ولازم نشوف ندعم ونساند طول الوقت لغايه ما في نقطه تتغير او حاجه تتغير أيوة. لكن ما ينفعش احنا نهد احنا بناخد برده بناخد من اللعيبه وبتاخد من اللعيب برده بشر في الاول وفي الاخر واللعيبه اعمارها مش زي اعمار المدربين المدرب ممكن يعقل الكلام او سنه أيوة. عشان هو مر بظروف دي ممكن يعرف يتعامل مع الظروف دي أيوة. لكن اللعيب ممكن لا ممكن
لعيب ممكن يخرج عن تركيزه، لعيب ممكن يبدا يفكر في حاجه تانية مش مناسبه دلوقتي للفتره دي. فاتمنى ان احنا نقفل على الفرقه كويس، ان احنا نوصل لمباراه افريقيا السيمي فاينل والفاينل وناخد البطوله بايا كان مين موجود، ولكن كل حاجه يعني خلي كل حدث في وقته، ما يبقاش ان احنا بنسبق الاحداث طول الوقت وعايزين نفكر ومين ونتكهن. خلي الامور ماشيه وخلي اللعيبه في تركز، ان اللعيبه اللعيب زي ما اتفقنا او كل الناس زي ما اتفقنا، وانت 10 وانت 5 من 10 ومركز تدي 9 من 10 و8 من 10، وانت 10 من 10 ومش مركز هتدي 5 و4 و3. فدي حاجه مهمه جدا هتاثر على مستواك فعلا. طيب احنا هنروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب مباراه وهنشوف تصريحات مستر فايلر في المؤتمر الصحفي للقاء. مساء الخير يا فاروق. طيب ماشي، هنرجع مرة تانية، يبدو كده ان الصوت راح، فهنرجع لفاروق صلاح مرة تانية ان شاء الله بإذن الله. كابتن شريف، عايز اتكلم على بعض الحاجات اللي هي حصلت في المباراة النهاردة. نرجع تاني نتكلم مباراة بقى، بس عايز اقول حاجة ايمن استشهادا بكلام كابتن عادل. احنا مرينا في بطولة افريقيا السنة دي مع فرقة سان داونز، ودي كانت اكبر محطة بالنسبة لنا على ما اعتقد هذه المباراة. ايوه احنا كان عندنا غيابات كتير قوي من اللاعبين اللي الناس تهيأ لها ان اللعيبه دي مؤثره جدا في الفريق، وان اللعيبه دي عدم وجودها هيعطلنا في مسيرتنا في البطوله او في بطوله الدوري او في اي شكل احنا بنشتغل فيه. فانا بكمل الكلام عادل وبقول ان احنا عدينا في المباراه دي بمكسب كبير قوي، كنا نقدر نكسب هناك كمان، وفي غيابات كتير قوي، في اصابات كتير قوي. هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي ليس بال لما بيقولوا بما حضر يعني، انما بدون قطع كلامك كابتن شريف ده لا انا هقول لك على واقعه. يعني انا المدير حسيت الكلام ده وعادل بيتكلم فحسيت نفسي بستشهد بهذه المباراه الحقيقه. لا في مدير فني معانا كابتن محمد يوسف، حدثت بعض الحاجات في بدايه مشواره في البطوله الافريقيه تقول لك تديك كده انطباعات ان البطوله دي مش بتاعتك. صح يا كابتن محمد؟ مظبوط. البدايه في بطوله افريقيا معاك كانت نقطه واحده على ما اعتقد. مظبوط. لا كنا لعبنا نقطه واحده من ماتشين. طب بقول لك ايه، بما انك كان معاك نقطه هنكمل بقيه النقط، ولكن هنروح لزميلنا فاروق صلاح ونشوف مستر فايلر ايه في المؤتمر الصحفي، قال ايه في المؤتمر الصحفي. مساء الخير يا فاروق. مساء النور عليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه والشكر لحضرتك، والشكر ايضا موصول لضيوفك الكرام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ايه اللي حصل في المؤتمر بقى احكي لنا. يعني خلينا يعني نقاط مهمه جدا نتكلم فيها. مستر ريني فايلر سئل عن المباراه، رايه في المباراه ايه والرؤيه الفنيه ليه في هذا اللقاء. قال احنا سيطرنا من البدايه للنهايه في هذا اللقاء، واعتقد ان الهدف المبكر اللي احنا احرزناه سهل علينا اللقاء. سئل عن مشاركه احمد فتحي في مركز الجناح، قال انا عندي غيابات في هذا المركز واضطريت ان انا ادفع باحمد فتحي في هذا المركز لمعالجه النقص العددي والغياب في هذا المركز. سئل ايضا عن حسين الشحات وتقييمه لمشاركه حسين الشحات، قال انا كنت سعيد جدا بمشاركه حسين الشحات لكن ما اقدرش اقيمه بعد الفتره الطويله اللي كان غايب عنها ولا الدقائق القليله اللي لعب فيها. الموضوع الثاني الاهم اللي سال فيه مستر ريني فايلر عن الشائعات اللي بتتقال على رحيل مستر ريني فايلر عن النادي الاهلي. الراجل قال ان مثل هذه الامور ما ينفعش ان انا اناقشها في المؤتمرات الصحفيه، واعتقد الامور الخاصه بمستقبلي والتعاقد عقدي مع النادي الاهلي دي امور خاصه ما بيني وما بين مجلس اداره النادي الاهلي وتناقش فقط مع مجلس اداره النادي الاهلي، لكن انا من حقي ان انا يعني اخد اجازه واروح ازور ولادي واشوف اسرتي علشان اطمن عليهم يعني بظل وباء الكورونا المنتشر اكيد عند بعض القلق عليهم، لكن انا تركيزي منصب حاليا على المباريات، تركيزي منصب على اللاعبين ان انا اجهز اللاعبين لاستكمال المشوار المحلي وايضا استكمال المشوار الافريقي. انا سعيد النهارده. السؤال هنا، السؤال يا فاروق لو سمحت، هو بيقول ان هو مستر فايلر بيقول ان هو عايز اجازه بعد البطوله الافريقيه، ولا اجازه في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي؟ لا هو ما حددهاش يا كابتن ايمن، هل في الوقت الحالي ولا بعد البطوله الافريقيه. هو قال يعني انا جماعه يعني هو السؤال يعني جاوب عليه بعض ضغط شويه من بعض الصحفيين، اللي هو قال الامور الشخصيه انا ما بحبش اتكلم فيها في المؤتمرات الصحفيه، واعتقد ان هي تبقى بيني وبين اداره النادي الاهلي، لكن انا عايز اخد اطلب اخد اجازه
بحيث ان انا اطمن على اولادي واطمن على اسرتي، لكن ما حددهاش يا كابتن ايمن هل في الفتره الحاليه او بعد البطوله الافريقيه. ايوه ايوه فاروق، ولكن ما حدش ساله ان انت عايز الاجازه امتى، لان احنا في المرحله اللي جايه داخلين على معمعه جامده جدا، يعني كل ثلاث ايام ماتش، وكمان 10 ايام في مباراه افريقيا، وكمان اسبوعين اقل من ثلاث اسابيع يمكن تقريبا. بالظبط يا كابتن ايمن، هو يعني حتى مستر ريني فايلر لما اجاب على هذا الامر، يعني سئل اكثر من مره بخصوص هذا الامر، قال لهم يا جماعه، قال لهم انا يعني مش عايز ان انا ازيد في هذا الامر، لان انا تركيزي دلوقتي مع اللاعبين، تركيزي مع المشوار الافريقي، تركيزي مع المشوار المحلي. وقال نقطه في غايه الاهميه يا كابتن ايمن، قال لما انا سافرت اول مره واداره النادي الاهلي سمحت لي ان انا اسافر وسط 10 اشخاص في مصر، كان في 9 بيقولوا ان انا مش جاي او ان انا مش راجع. ايوه في الوقت اللي انا بكلمكم فيه وانا موجود هنا في مصر، يعني انا الناس قالت من يعني 9 من يعني بين 10 اشخاص قالوا ان انا مش راجع، بالعكس ده انا رجعت وكنت موجود. انا مش عايز اكون جزء من الشائعات اللي بتتقال في مصر، وانا شايف ان في اشاعات كتير بتتعلق مرتبطه بيا. انا اعتقد ان انا مش طرف في هذه الاشاعات وهذا الكلام اللي بيصار. كل تركيزي دلوقتي مع اللاعبين في استكمال المشوار المحلي. يعني انا حريص جدا يا كابتن ايمن ان انا اقول لحضرتك الكلام بالنص اللي قاله مستر ريني فايلر. ايوه قال ان انا حريص وتركيزي مع اللاعبين في المباريات فقط في استكمال المشوار المحلي، وايضا تجهيز اللاعبين للبطوله الافريقيه باذن الله رب العالمين ان شاء الله. شكرا الزميل العزيز فاروق صلاح. طيب احنا بيتكلم هو مستر فايلر على ان الفتره ديت هو مستمر ان شاء الله مع النادي الاهلي، واي كلام بره الموضوع دوت مش مطروح لحد يتكلم فيه سواء في الاعلام او سواء يعني زي ما قال كابتن عادل على السوشيال ميديا، دي كلها اجتهادات. بس هو نوه ان هو عايز ياخد اجازه بس هو ما قالش الاجازه يعني هو الفتره دي هو مركز مع الفريق سواء محليا وتركيزه كمان افريقيا، يعني ده كلامه ده اللي نعمله يعني. نخش بقى على مستر فايلر على موضوع احمد فتحي وعنده نقص في المركز ده. كابتن عادل، هو لعب احمد فتحي النهارده قدام محمد هاني، ويمكن اول تغيير عمله الشوط الثاني كان احمد فتحي بره، والتغييرات معانا على فكره، يعني التغيير كان جونيور اجاييه مكان احمد فتحي في الدقيقه 46، احمد الشيخ مكان مروان محسن في الدقيقه 68، وعايز اقول حاجه، هو طلع راس الحربه اللي بيلعب بيه مروان محسن، محمد فخري مكان وليد سليمان في الدقيقه 68. في الوقت ده لعب بجونيور بقى راس الحربه. ايوه بالظبط في الوقت ده وادى كهربا. ايوه بالظبط، واليو بادجي مكان محمود كهربا في الدقيقه 78، وحسين الشحات مكان اليو ديانج في الدقيقه 87. انا عايز اتكلم على الحته بتاعت احمد فتحي. هو دلوقتي في افكار يعني دلوقتي هو ده وقت انك يبقى عندك افكار كتيره. يعني وقت طالما الطريقه واحده ممكن اوظف ناس انا ما شايف لعيبه ممكن يكون انا ما احتاجهم في مباراه الوداد، وارد انك تكون مثلا ناحيه الشمال في الوداد فرقه يعني ناحيه مؤثره جدا في فرقه الوداد، خلينا بس منطقيين. كويس. على فكره بمناسبه الوداد والرجاء، يعني بكره في مباراه جامده جدا في الدوري المغربي بين الوداد والرجاء الساعه 8:15 بتوقيت مصر. طبعا اكيد الجهازين الفنيين بتوع النادي الاهلي ونادي الزمالك اكيد هيتابعوا. اكيد طبعا طبعا. فحته ان انت دلوقتي تغير ما فيهاش مشكله طالما انت بتغير جوه طريقه وممكن يكون لعيبه مناسبه. يعني احنا قبل كده اتكلمنا لما اتكلمنا ان قفشه لعب في ال 4-3-2 او 4-4-2 ناحيه اليمين قلنا لا يعني ممكن تكون شويه مش منطقيه، ولكن وجود فتحي وهاني في مكان واحد هو منطقي. خلي بالك يعني انت لو احتاجتهم في مباراه منطقي ان مكانهم مكان بدل ما يبقى منطقي هو منطقي. ماشي انا منطقي، بس انا ممكن اختلف معاك في حاجه ان فتحي هو اللي ورا. بالظبط كده، هو منطقي ان هم ناحيه اليمين. صح. انا بقى ممكن اوظفها بالطريقه اللي انا بص احنا اتفقنا كابتن ايمن قبل كده ان في نقطه مهمه جدا. الكوره ما فيهاش حاجه غلط، خلينا بس الا الحاجات اللي هي ثوابت، يعني ما ينفعش تطلع يعني مساك تلعبه وينج ليفت او وينج رايت، لكن في حاجات في الكوره ليها قناعات وليها كل واحد بطريقته. يعني انا لو لعيب انا راجل مدرب بحب لعيبه الكوره، الوينج بتاعي الجناح بتاعي لازم يكون
انا شايف ان هو لعيب كوره ممكن يدخل لجوه، ممكن واحد تاني يشوف يوظف الوينج ده ان هو يقف على الخط وياخد في مساحات، ممكن واحد تاني يوظف الوينج بتاعه ان لعيب طويل بيلعب عليه وياخد الكره الثانيه. كل مدرب ليه طريقه. ممكن انا اشوف ان هاني ان فتحي احسن من هاني تحت، يعني ان ده ان فتحي هو الباك اليمين وقدامه هاني، وقدامه هاني، وده على فكره اتوظفت قبل كده. ايام كارتيرون اعتقد اتوظفت، وايام كابتن حسام بدري اعتقد اتوظفت في وقت من الاوقات، هاني كان بينزل اوقات يقفل في المنطقه دي، وده وارد. ممكن يكون هو مقتنع ان فتحي ما عندوش دلوقتي، سنه ما يسمحلوش ان هو ياخد المسافه كلها، بدل ما يعمل لونج سبرنت بتاعه 70 متر او 60 متر يعمل المنطقه اللي هي الصغيره، يبقى موجود في وسط الملعب يشتغل ال 30 متر قدامه ويشتغل 30 متر وراه. صحيح. فكل واحد ليه وجهه نظر في الحته دي، ودي نقطه من نقط اللي زي ما اتفقنا ان هي مش مسلمات، ما فيهاش الكوره ممكن ما فيهاش حاجات غلط، لكن كل واحد ليه فكره. انا فكري ان انا مثلا عايز العب فتحي هو اللي تحت، عشان فتحي ممكن يكون في الواجب الدفاعي اقوى، ممكن اقول لفتحي الواجبات تانية، ممكن فتحي يلعب في المكان ده وثابت خروجه وطلوعه بحساب شويه، ممكن بدل ما يطلع يضرب الاربع سبرنتات في وقت يعني في وقت قصير في وقت ضيق في المباراه يشتغلوا مره ومرتين ويريح. فليها في كذا حاجه، لكن هي وجهات نظر، ولكن هي مش غلط. وجود فتحي وهاني مع بعض على خط واحد وارد، فتحي لعيب كبير عنده كم خبرات عالي، ممكن يشتغلها كويس، هي نفس الشيء ممكن يشتغلها كويس، ممكن يكون هو بيحضر لان الجبهه بتاعت الوداد ناحيه الشمال مميزه، فمحتاج ان هو يامنها بشكل كويس. ففي كذا حاجه، في كذا اتجاه ممكن نشتغل عليه يعني باذن الله. طبعا عموما هنطير سريعا للبرتغال، ومعانا عبر سكايب مستر مانويل جوزيه. مستر مانويل بنرحب بيك على قناه النادي الاهلي. شرف لي ان اكون موجود معاكم، وحابب احييكم كلكم وكل السادة المحللين في البرنامج، وهنيكم طبعا انا على تحليل كل المباريات بصورة جيدة، وهني كل الاهلاوية على الفوز بالدوري المصري. واحنا بنبارك لك برضو على تتويج الاهلي باللقب رقم 42، وكنت عايز اسالك على رايك في حسم النادي الاهلي للبطوله قبل نهايتها بسبع اسابيع. ان الاهلي بقى البطل الدوري قبل نهايه الدوري بسبع مباريات و23 مباراه اثناء مباريات الدوري كله ما جاش فيه اي اهداف، ما عناش من اي اهداف، معناه ان الفوز مستحق فعلا للنادي الاهلي، لان عدد مباريات الاهلي ما جاش فيه اهداف فيها، هو علامة على قوة النادي الأهلي وقوة أدائه وقوة لعبه، ومعناها كمان على ضعف خطوط الهجوم في الفرق الثانية، إن ال 22 مباراة الشناوي يحافظ على نظافة شباكه، معناها إن في إمكانيات عالية عنده كحارس مرمى وعند فريق الأهلي كلاعب بصورة عامة، وكمان فرق النقاط اللي بين المركز الأول والمركز الثاني اللي بيبعد النادي الأهلي عن المركز الثاني. بيبرر مرة ثانية الإمكانيات اللعب الأهلي. الاهلي يقدر يكون احسن من الفرق الثانيه من غير ما يكون في حماس زايد عنده او توتر. الفوز الاهلي بفرق النقاط الكبير دوت بيبرر اداء الاهلي الجيد، وكمان بيضع بعض الاسئله عن مستوى الفرق الثانيه اللي في الدوري معنا الاهلي. بما انك متابع للنادي الاهلي من فتره، هل توقعت من بدري ان النادي الاهلي يحسم اللقب مبكرا؟ أنا شايف إن أنا أو أي حد عنده أي معرفة في كرة القدم كان هيعرف على طول إن من فرق النقاط اللي بين الأهلي وبين الفرق المنافسة الثانية ما كانش هيصعب الأمور على الأهلي إن يكسب الدوري، إنما إزاي يدير المباراة الأخيرة بالمحافظة على فرق النقاط ده هو اللي كان بيساعد الأهلي.
أنا بتكلم دايما عن رأيي وما بحاولش أنتقد وخلاص، لكن في بعض الضعف في الأداء عند الفرق الثانية، والنادي الأهلي محتاج يحسن كمان من أدائه أكتر. الأهلي كان بصورة واضحة كان هيكون هو البطل سواء كان عدد المباريات أكتر أو أقل، فأنا بهني كل الجماهير النادي الأهلي بقول لهم ألف مبروك. برؤيتك الفنية كمدير فني سابق للنادي الأهلي، حسم البطولة مبكرا، لو أنت مدير فني لنادي الأهلي دلوقتي، هل تدي الفرصة للعيبة اللي ما كانتش بتلعب والمجموعة اللي كانت قاعدة بره، ولا بتحضر نفسك لماتش الوداد وبتكمل بنفس المجموعة اللي أنت عايز تلعب بيها ماتش الوداد؟ أنا شايف إن دلوقتي ممكن يدي فرصة بصورة واضحة دلوقتي بعد ما خلاص بقى بطل الدوري، يدي فرصة للاعبين اللي لعبت مباريات أقل، لكن من ناحية تانية لازم يحافظ على الفورمة بتاعت اللاعبين الأساسيين، لازم يلعبوا لوقت معين عشان يكون في توازن بين اللاعبين وبين عدد مشاركاتهم وبين مستواهم والحفاظ عليه، لأن لازم نعدهم كلهم لدوري الأبطال الأفريقي. الأهلي ليه تاريخ كبير فيها، الفرقة اللي أكتر عدد بطولات أفريقية، الفائزة بأكتر عدد بطولات أفريقية، فلازم يكون في إدارة متوازنة لكل السكور اللاعبين اللي موجودين في الأهلي، لكن بالتأكيد إنه يدي الفرصة للاعبين اللي لعبوا مباريات أقل إنهم يبينوا إمكانياتهم عشان يعدهم للوقت اللي احتاج لهم فيه في بطولة أفريقيا، يكون عندهم ثقة أكتر، يكون عندهم حماس أكتر، يكون عندهم معنويات مرتفعة. لكن لو سيبناهم كده من غير لعب أو من غير تجهيز مناسب ليهم، مش هيكونوا مستعدين للمشاركة، فلازم على مستويات فورمة عالية ويكونوا متوازنين كلهم، يكون كل لاعب مستعد لتبديل مكان زميله ويدخل ويأدي بنفس الأداء، فيفضل أن كل لاعبين يكونوا على حالة جيدة بدنيا، عشان أداء هيكون في تطلب عالي جدا في بطولة أفريقيا أكتر من الدوري المصري. هو معنى كلامك دوت يا مستر مانويل ان حسم البطوله للنادي الاهلي مبكرا، هل ممكن ياثر بعض التاثيرات مثلا السلبيه في اداء اللعيبه، في سواء اللعيبه اللي قاعده احتياطي او اللعيبه الاساسيه، زي ما شفنا مثلا في ليفربول وبرشلونه بعد الكورونا؟ زي ما قلت الأهلي لازم يحافظ على أحسن لاعبينه في نشاط مستمر علشان يعدهم لدوري أبطال أفريقيا، ومن ناحية تانية لازم يدي فرصة للاعبين اللي ما بيلعبوا أقل عشان يبقى عندهم الدافع بعد ما فازوا ببطولة الدوري، مش نفس الدافع اللي عند اللاعبين اللي لعبوا أكتر. فكل لاعب عايز يبين نفسه ان عنده الامكانيات انه يكون كمان لاعب يشارك في الفريق ويقدر يلعب في بطوله افريقيا، فلازم نديهم الدافع ان هم يظهروا اكتر ما عندهم ويوصلوا لمستوى زمايلهم الاساسيين. وعشان يساعدوا في التغييرات اللي ممكن المدرب يحتاجها، بأنهم يكونوا دايما مستعدين للدخول بنفس المستوى زميلهم الأساسيين في اللعب. ومش معنى كلامي دوت ان الناس اللي لعبت اساسيه هتبطل لعب الماتشات اللي جايه، لكن لا، لازم يكملوا لعب لمده معينه عشان يحافظوا على مستواهم واللاعبين الاخرين ياخدوا الفرصه. الاداء اكيد هيقل في الفتره اللي جايه لان دافع الدوري خلاص ما بقاش قوي زي الاول، لان الدوري خلاص حسم.
انت اكيد طبعا متابع جيد للنادي الاهلي الفتره دي، كنت عايز اعرف رؤيتك لمحمد الشناوي كحارس مرمى كبير للنادي الاهلي وحفاظه على شباكه نظيفه طوال 23 مباراه. مش الشناوي بس اللي حافظ على شباكه نظيفه، كان الفريق الاهلي كله. الشناوي ما بيلعبش لوحده، في هو طبعا ليه لعب وليه صدات مهمه جدا للبنالتيات، ولكن هو ضربات جزاء، لكن هو ما بيلعبش لوحده، في فريق كامل، ده مجهودهم مع بعض، ده فضل الفريق كله معاه. هو اكيد ليه فضل كبير طبعا في الموضوع ده، لكن الفريق كله بيشارك في اداء الفريق بصوره عامه، او سواء عنا اهداف او معناش اهداف. الفريق لما يقوم بضغط متواصل على فريق منافس، ولما يؤدي مهامه الدفاعيه والهجوميه بصوره كويسه، ده بيساعد الشناوي على انه يحافظ على شباكه نظيفه، وده اكيد ده فوز للشناوي، لكن هو في المقام الاول فوز للفريق كله. شكرا جزيلا مستر مانويل، وباذن الله نتواصل مع المباريات القادمه باذن الله. هنطلع لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر العباس للحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم.